مساء او صباح الخيرات، والله احنا ما ادري الساعه 11 12. مساء الخيرات مشاهدينا الكرام في البرايم ما قبل الاخير. قبل ما ندخل في موضوع البرايم، زي ما اتفقنا الشباب تحت الهواء، قلتوا ما نبي مسابقين يرجعون، فهذا الشيء الشباب يعطيهم العافيه قالوا تحت الهواء فضلوا، وهذا حق لهم، ما قلنا شيء. عرفت؟ قالوا سامي بليز ما نبي المتسابقين يرجعون، لان احنا بناخذ راحتنا باقي اسبوعين على البرنامج. خلاص اشوف ظهري اللي يصارخ، ظهري يؤكد المعلومه هذه بصوته. انا قلت لك نبيهم يرجعون لان في ناس ما اخذت قسمهم، فهذه العشر ايام نعملهم، ممكن واحد يجيهم ولا اثنين ولا ثلاثه ياخذون حقهم، الله ينعم عليهم نعمه. انت مو حاسب الاحسن تحت الهواء كلام يا رب. انت الاتهام باطل، لا نبيهم يرجعون كلهم، الله يستاهلون. نبيهم يرجعون، الله يكتب لنا وياهم الخير ان شاء الله. اي والله رجعهم منتظر عندنا 98 يوم، يطالبون برجوع المتسابقين. ما بين المسابقه البرايم وبين اعلان الفائزين حنعلن هل المتسابقين راح يرجعون او لا، وفي حال اذا بيرجعون متى يرجعون. الشيء الثاني حنعلن البث بكره متى يبدا ومتى ينتهي. شغلتين مهمه راح كلنا نتعرف عليها بعد الانتهاء من مسابقه البرايم وقبل اعلان، لان ما بعد اعلان الشخص المتسابق اللي يخرج من المسابقه ما حد حولي، يعني ما تكلمت ولا حد بيعطيني وجه. عموما مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عندنا سته متسابقين، محمد ناصر من قطر، وكذلك حبيبنا خلف القحطاني، وحبيبنا محمد العويسي اللي من عمان شرفنا. كلمت يمكن مره واحده قلت له ابيك تجيني ابراهيم، ما شاء الله صار يجيني دايم، يعطي العافيه. هذا لا تعزمه في البيت، اذا قلت تعال البيت جاك. ونعم فيك يا محمد، والشرف لي وجودك والله. الله يرفع مقدارك حبيبي. ضاري من الكويت، ضاري بسنيت، يا هلا ومرحب. الله يرحمه. محمد بن سراج، يا هلا فيك، لاول مره يحضر معنا البرايم، وكذلك خالد اسهلي ثالث مره يحضر معنا البرايم. اما محمد ناصر وخالف هذه ماخذينها بواب سردادي مرداد داخل طالعين ياخذ راحتهم. محمد عويسي زي على قولتهم صدق من قال، محمد عويسي خاوه محمد ناصر ودبحيح خرب معهم، صار يدخل برايم ويطلع برايم. لا 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 حاشا حاشا يا ابو يارا، ارتحنا لك يا ابو يارا. تشتاق لي كل سبت. والله قلنا ارتحنا لك يا ابو يارا. هو قالها محمد ناصر تحت البث، يقول نحبك يا سامي، بس هذا ما نحبك، معليش قلت اوكي خذ راحتك. لو ما تحبني ما جيتني كل سبت يا محمد. ان شاء الله اليوم اتمنى انك ترجع. وخروجك من البرايم انت او خلف او محمد، وكذلك خالد ومحمد سراج وحبيبنا ضاري، ذكرتونا في محمد اثنين بس عشان موضوع الهاشتاج. هذا محمد محمد ناصر، خروج شخص محمد ثلاثة يعني لازم تذكرنا، لا تقول محمد، محمد في الاخير ما راح يطلع اسمه، يا محمد ناصر او ناصر او اللقب تبع ايش لقبك؟ الزعيم. الزعيم خلف القحطاني او خلف نجم الجمهور. كيف؟ وجهة نظر، وجهة نظر. هذا مسمى بعدين صعب نذكره. هذا يوم تقول يحبك، لو ما يحبك ما جاك كل سبت. اسلم. وعز الله انه يحبك، يجيك كل سبت مع ان المكان مخيف. اي والله يهلا. طلع علي بيت الشاعر يقول من لم يزرنا والديار مخيفة لا مرحبا به والديار امان. الله الله يا هلا. يمكن ما ترحب فيه في النهائي. وتباهى بالعامية. النهائي امان. ابو يارا. والله باقي ابراهيمين. تباهى بالعامية اللي ما له هانا والديار مخيفة لا مرحبا به والديار امان. الله. يا هلا فيكم والله جميعا وشرفتونا، والمكان مكانكم. لو ودي نخلي البرايم كل يوم عشانكم، بس ان انت تعرف اليد قصيره في الاخير. ضاري محمد سراج، طبعا انا طبعا قلت محمد لان يهمنا موضوع محمد. محمد عويس ايش الهاشتاج؟ محمد محمد العويسي او العويسي 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 او الهاشتاج الاسماء. انا الظاهر ان الهاشتاج بس انت يا خلف اصح، في بعض الاسماء قد يكون هاشتاج يحجبهم وهذا امر طبيعي. خلاص فاذا عندك خلف وعندك خليف، خلهم يسموني خليف ولا ابو فالح اي شيء. خلف القحطاني ما ادري هل هو او خلف القحط، اكتبوها كلها حطها في عندكم مرادفات افضل لكم. القطري الوحيد بعد القطري القطري الوحيد. القطري بس يعطي او العماني برضه يساعد، اهم شيء تعطينا لقب واسم نعرف انه هو صاحب الهاشتاج. تنويه بسيط ضاري اسلم، تنويه بسيط. انا اتوقع هم بعد الهاشتاج من محي عندي بشكل مو طبيعي، خصوصا بالفقرات. طيب نقول الكويتي؟ ها؟ الكويتي؟ لا او نعم بالكويت، اكيد اني خير منه مثل الكويت انا واخوي عايض، لكن يا يكتبون ضاري او البركان. شفت؟ البركان، لان اليوم لابس له معمر فالظاهر اني بثور بالبرايم ثور. مو احمر هذا غاب الثور برا يا هني هني هني. لا بثور عندك بثور عندك عندك يا طيب. محمد سراج، محمد سراج يكتبون ابو هاجوس زين، ولا يكتب محمد عرجان؟
محمد بعد جاني ونعم والله. خالد محجوب شف قلب الأسد. قلب الأسد قلب الأسد اي قلب الأسد الأخير. طيب بسم الله على بركة الله ننطلق لأول أسئلة البرايم. مثل ما تعرف باقي عندنا برايمين، السبت هذا راح يودعنا واحد، والسبت اللي بعده حيودعنا الثاني، والسبت اللي بعده حيكون الحفل الختامي وإعلان الفائزين في 18/3/26 شعبان. خروج البرايم اليوم والأسبوع القادم مرة صعب، وحيكون عرقلة كبيرة لتأهله، خاصة أنه خاض 3 أشهر كاملة، باقي لأسبوعين أتمنى أنه أو بالأصح أسبوع السبت هذا والأسبوع الجاي السبت القادم. بسم الله على بركة الله. طبعا للمعلومية أسئلة اليوم جدا صعبة، أنا أول ما قريتها عن إيش ما جاوبت على أي سؤال عن العلماء. لا إله إلا الله. شدوا حيلكم، وسائل المساعدة حتتحرك اليوم كثير، فدعمكم أنتم مشاهدي الكرام إلا إذا كانت الثقافة حاضرة أو ضربة الحظ حاضر في اختيار الجواب، الله يوفقه ويستاهل. وقيمة السؤال حياخذها كاملة أو ينتقل وسيلة المساعدة، وحيكون في مواجهة صعبة مع اتصال أو هاشتاج كوسيلتين مساعدة، وكذلك كخصم من قيمة السؤال، احتمال يجي كامل واحتمال ما يجي شيء. قيمة السؤال؟ قيمة السؤال أعتقد شباب كم؟ 400؟ 600 لا الدبل أعتقد 400. لا 400 يأكدوا للشباب. عموما لها قيمة السؤال، سواء كان 100 ولا 400 ولا 500 هي القيمة واحدة. بسم الله على بركة الله توكلنا على الله يا محمد بن ناصر. السؤال الأول أعتقد في سؤالين راح تجاوبون عليها لأنها جتها تلميحات في أسئلة البرايم الماضية. يقول السؤال: من مخترع السماعة الطبية؟ هل هو جورج إستمان، رينيه يوتفيل، أم سمويل كولت، أم لوهي فونك؟ أحد الأربعة هذول اللي ما حد جاوب عليهم بن ناصر، أحد المخترعين للسماعة الطبية. باقي عندك 30 ثانية. ما عندك جواب؟ ارمي، عطنا جملة، كلمة. لا أبغى استبعد. أنا أبو سلطان بس فرع البرايم. استبعد إجابات. صامويل. صامويل كولت هذه إجابة محمد ناصر. خالد يقول لا. ليش؟ رينيه يوتفيل. ليش؟ رينيه يوتفيل. كلكم تعرفون ما شاء الله عليكم مثقفين. أنا إجابة خاطئة محمد ناصر. معود خير عندك وسيلتين مساعدة، اتصلوا الهاشتاج أنهم بالجواب رينيه زي ما قلتوا شو رينيه يوتفيل هو الإجابة الصحيحة. رينيه يوتفيل عبر الهاشتاج البزنس. خلوني أتأكد لكم بس عشان ما ألخبط، والناس البزنس 88 طبعا. لا عكس. أعطونا الإجابة. طبعاً إجابة واحدة واسم متسابق أو لقبة بدون أي فلسفة، بدون خيارات، بدون وسائل متعددة عشان نعرف نختار الهاشتاج. ها اتصال. اتصال محمد ناصر اختار اتصال. اختيار رقم 3. الجواب هو ريني يوتفيل، واختار رقم 3 رقم الخصم. وسيلة المساعدة اتصال ورقم الخصم 3. طبعاً الخصومات موجودة في الظرف هنا، من حقهم يفتحونها بعد البرايم ويتأكدوا بنفسهم، لكن في الأخير بعد وداع احد المتسابقين. انا كنت هنا. ايش فيكم؟ كان حظك السؤال هذا. ها مين معنا؟ محمد. شباب اسمها نقطه. نقطه مرحبا، حياك الله نقطه. شكل هذه فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نقطه انت اعتقد لك حساب في تويتر اسمه نقطه صح؟ ايه. اوكي طيب الجواب ايش بالضبط؟ رينيه محمد ناصر. محمد ناصر يستاهل. برافو. بعد وسيلة الخصم اللي أخذها وجتها خالف القحطاني. السؤال لك. يقول: من هؤلاء يعتبر مؤسس علم الاجتماع؟ ابن خلدون، جون هوبينغز، جورج هوبينغز، سامويل كولت. ها؟ ليش استعجلت؟ واحد من أخيانك. خيانة إجابة صحيحة. برافو عليك، إجابة صحيحة. برافو. الله. افتح المايك، افتح المايك. خلف افتح المايك بعد إذنك. السؤال لك. هنا قاعد أقول أجل أسئلة صعبة. السؤال لك محمد العويسي. يقول: من مخترع الطائرة؟ إذا ما جاوبتها مصيبة. ما راح أقول خيارات. جورج. وهل يخفى القمر؟ والأخوان. الأخوان الإجابة الصحيحة تستاهل. يكفانا شرها. برافو. حفظناه أبو هشام. حفظنا. هل حنا وزعناكم في المكان ولا توزعتوا نفسكم؟ لا والله.
لا والله من حقكم ترجعون بعد برامج تشوفوا الاسئله هل هي بالترتيب ولا لا. اوكي مرتبه عندي عيال بتخبرك نروح هناك طيب ننتقل لضاري. يقول السؤال انا وش سويته لزيد؟ من مكتشف مصل الجدري؟ مصل؟ وش مصله هذا؟ من وين المصل جاي؟ حقنة الجدري هذه. المصل هو جوزيف اسبن، روبرت بويل، ادوارد جيتر، هنري بيكريل. من هو مكتشف مصر الجدري؟ سؤال انا ما ابي اجاوب عشان ما اجاوب يقولون بويل هذا اللي ببرشلونه. لا ولا واحد ثاني ما ادري. اجل ابو 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 جيتر. ابو جيتر مين؟ ابو جيتر هذا ادوارد جيتر. ادوارد جيتر ايه عارف الجواب بس من كذا. انا ارتحت لازم امشي نفسيا. في احد يعرف الاسئله لكم؟ صح اجابه صحيحه. إجابة صحيحة برافو تستاهل. ننتقل لمحمد سراج. يقول السؤال من مكتشف حامض الكبريتيك؟ هل هو ابن الهيثم، جابر بن حيان، ابن النفيس، ابن رشد؟ جابر بن حيان. صح الإجابة صحيحة برافو تستاهل. وش الأسئلة السهلة؟ سؤال ترى هذا بس ال لا لا أنا اخترعها. الجولة الأولى، الجولة الثانية ها الله يعينكم. من مؤسس علم الجبر؟ هل هو يا خالد إينشتاين، إسحاق نيوتن، جوزيف نيوتن، الخوارزمي؟ توتر هذا والله مو قبل آخر شيء وشو؟ الخوارزمي. إينشتاين، إسحاق نيوتن، جوزيف نيوتن، الخوارزمي. خوارزمي. خوارزمي. وش قلت خوارزمي؟ ما أدري. والله يا أبو يارا إن على الله. سهل. إينشتاين. والله ناصر لا قد يحلفون لي يا ترى والله ما راجعني ولا شيء. جوزيف نيوتن الجاذبية بعد. صح علي. صح. توني حلف. برافو إجابة صحيحة يستاهل. يستاهل. أنت كريم يا رب. انتهينا من الجولة الأولى وهذا لا تعتبر برايم من الأسئلة الجاية هو البرايم الحقيقي. الله يستر. السؤال يا محمد ناصر. جاهز نفسيا؟ لا نفسيا ما جاهز. يقول من هو أول رائد فضاء عربي مسلم؟ محمد فارس، الأمير سلطان بن سلمان، موسى مناروف، منير حبيب؟ والله إني أعرفه. إي والله. من هو أول رائد فضاء؟ إي هذا إيش دخله في العلماء؟ العلماء. مين هذا؟ السؤال. كيف العلماء برضو رائد فضاء وشو؟ ما يطلع إلا بعد ما يأخذ العلم وكل شيء. انتبه ثمان ثواني. الأمير. الأمير سلطان بن سلمان. ها. الله. الإجابة صحيحة براو. يستاهل. هلا في القحطاني. يقول السؤال خلال الربع الثاني من العام 2023 ميلادي سترسله السعودية إلى محطة الفضاء الدولية. هل هو علي القرني، محمد فارس، منير حبيب، موسى مناروف؟ هم أربعة واحد منهم موجود هنا. خلال الربع الثاني من العام 2023 سترسله السعودية إلى محطة الفضاء الدولية. علي القرني، محمد فارس، منير حبيب، موسى مناروف. علي الغامدي. ذول الثلاثة قبل شوي موجودين. من علي الغامدي؟ علي الغامدي. ادعي لي علي الغامدي حبه. يلا ماخذين قلب. تبي يطلع الفضاء علي الغامدي؟ محمد فارس. محمد فارس. فيك كانك متنومس. لا لانها اكيد انها سعودي والقرني عائله سعوديه. طيب فانا توقعت علي القرني. انا اتوقع ان شاء الله نصح. انت محمد فارس تقول علي القرني محمد؟ اي لان التحليل كذا ان احس انها عائله سعوديه وان الرجال سعودي. صح صح. لا منير حبيب. للاسف يا ضاري اجاباتك خاطئه. خلف يا اجابه محمد ناصر صحيحه. علي القرني هي الاجابه الصحيحه. علي القرني سعودي سعوديه. يعني الوضوع 2023 هذا ايش دخلها في اليوم؟ مش مو عالم يطلع فضاء ده ولا جاي؟ ما بعالم انا لو يدوني فضاء رحت.
علمه ترى ما حد يطلع فضاء الا بعد ما يدرس وعلم ويروح وياخذ ويعطي. من واحد شجاع بقول روح الفضاء شلون؟ لا مو على كيف يطلع فضاء، بيركب مركبة فضائية اكيد انه بيطلع لازم يعرف الجهاز كيف يلبسه. تدرون الجهاز حق الفضائيين تدري كم يكلف؟ الجهاز الواحد. معلومة حقيقية هذه. جهاز الواحد الراس وهالكلام 500 مليون دولار. انا قلت فوق ال 5 مليون. 500 مليون دولار. نايف رفيدي جاي قرابة يمكن حدود 2 مليار ريال سعودي. واحد دارس وفاهم بس خواف يخاف يركب سيكو، تبي يركب طيارة فضاء يا ابو يارا. بس اكيد يبي له واحد اكيد ما راح يطلع الا شخص متعلم. طيب اختار اتصال ولا هاشتاج؟ بسم الله شوف الهاشتاج. هاشتاج واحد. عبر الهاشتاج الخصم كم؟ 1 2 3؟ واحد. واحد. الخصم رقم واحد. واختار الهاشتاج نشوف عبر الهاشتاج. اكتب اسم المتسابق خلف القحطاني او اذا في مشكله الاسم هذا. ايش قلت الاسم الثاني خلف؟ خلف القحطاني. ابو فالح القحطاني. القحطاني اللي ابو فالح اللي تبونه. واكتب الهاشتاج البزنس 88 خلف القحطاني اني اتاكد. او بقيه المتسابقين اذا ما تبغى تعطونا خلف اعطوها البقيه ينتظرون برضه النقاط. لا لا تعطونا احد. تعطونا احد. بسم الله وعلى بركة الله ننتظر الناس لين ما تكتب وتدخل الهاشتاج وتعطي الإجابات. للمعلومة خروج من البرايم السبت هذا أو السبت القادم من أصعب البرايمات نفسية أتورها، يعني من صعب أني أوصل أنا للنهائي وباقي لي أسبوعين وأطلع من المنافسة اليوم. مستعد يا خلف؟ بسم الله. يلا بسم الله. هذا الهاشتاج قدامك. وقف 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 روح بعد. واحد ولا نص؟ وش تنصح لي؟ ما اقدر انصحك. نص. تيجي تعال تعال شوف نفسك. بس لا تشوف الا بعد ما تختار. نص. يلا تعال شوف النص. تراني انا اللي اخترت له النص. يعني جحدها. اذا اخترت واحد فان المري. اذا اختار واحد، لكن النص خلف. جيت انا. انا الوقت. انا اللي الوقت. واللي تحت هذا بعد الحمد لله. واختار النص. اللهم لا خلف القحطاني. اضف واحد. ها؟ انت جاوبت اصلا قبل ليكو، قلت تعال شوف نفسك. لا لا النص ما شفته انا ولا هو لانه كان مغطى. النص هو اي النص هو انت وانا الاول. يا سلام عليك تستاهل. مع الخصم مع خصم قيمه النقاط اللي اخذها خلف القحطان، يعني ما حياخذ قيمه السؤال كامله. محمد العويس مستعد؟ بسم الله. يقول السؤال: من هو رئيس مجلس اداره الهيئه السعوديه للفضاء؟ مهندس عبد الله السواحل، الطيار علي القرني، الطيار علي الغامدي، مهندس علي القرني. شفت يوم اقول لك علي الغامدي مر علي. من هو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء؟ طيار طيار علي القرني بيروح إن شاء الله، فبيكون علي عبد الله السواحلي. يمكن سواحلة. مش هنجاوب أنت ولا إيش بالضبط؟ عبد الله السواحلي إن شاء الله. الجواب محمد عويس يقول المهندس عبد الله السواحلي هو أول واللي هو رئيس مجلس إدارة السعودية للفضاء. إجابة محمد عويسي طبعا صحيحه. برافو. حلو. كفو عليك. طاري يا بعدين ما عندكم الا علي القرني حاطينها طيار والله كفو. عالمه سعوديه اختارتها وكاله ناسا لتكون ضمن فريق ناسا العلمي لتنفيذ مشاريع علميه وبحثيه. الدكتوره خوله الكريع ام دكتوره ماجده ابو راس ام الدكتوره حياه ابو راس؟ لا ابو راس اي نعم. او الدكتوره غاده مطيري. هذه والله نعم فيهم كلهم بنات رجال لكن عالمة سعودية. ايش دخل؟ لا دقيقة يا جماعة. عالمة سعودية اختارتها وكالة ناسا لتكون ضمن فريق ناسا العلمي لتنفيذ مشاريع علمية وبحثية. اووو جالله. خولة الكريع، ماجدة ابو راس، حياة سندي، هذا هم طيب. سندي؟ والله انعم فيهم كلهم. ترى لكن ترى يعتبر تغشيش. انا ادري قاعد تسولف بس انت لا تعطي اي معلومه. أنا او قد يكون غاده المطيري. غاده المطيري هذا جواب ضاري بن سنيد. الحمد لله ما اخترت انت اجابتي. طيب غاده يا ضاري للاسف خاطئه. ما عليه. عوض خير. عندك وسيلتين مساعده اتصال والهاشتاج. وش الاجابه؟ وش الاجابه؟ حياه سنيد. الاجابه هي الدكتوره ماجده ابو راس. والله ونعم. والله انا جاني احساس. والله جاني احساس. طيب انها ماجدة ابو راس. لكن اتصال ولا هاشتاج؟ اتصال ولا هاشتاج؟ خلينا نجرب الاتصال. نجرب. ضارب سيد اختار الاتصال. عبر الاتصال عندنا جواب واضح اللي هو دكتور ماجدة ابو راس. احنا قاعدين نعطيك الجواب حتى لو اخذت الجواب راح نلغي الاتصال وناخذ اتصال اخر. لازم تكون اجابتك صحيحه
وتجاوب عليه وتختار احد المتسابقين المشاركين. ظرف اثنين. كم الخصم؟ ظرف اثنين. ظرف اثنين. رقم اثنين الخصم. بسم الله. نشوف الاتصال. انتظر. عالمه السعوديه اختارتها وكالة ناسا. صفاء. صفاء وش عالمه دي ولا اتصال؟ اتصال. حياك الله صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. الاجابه ايش بالضبط؟ الاجابه مازدا ل مقدبه. لمين؟ مين؟ خالد سالي. يستاهل. يستاهل خالد سالي. ننتقل لمحمد بن سراج. يقول السؤال: جميع العلماء المذكورين لهم إسهامات في علم الفلك الموجودين في الخيارات ما عدا مين بالضبط؟ كلاوديوس البطليمي أم عبد الرحمن الصوفي أم يوهانس كيبلر أم ديل هامس؟ قايل لكم الأسئلة صعبة، تحملوا. الدورة الأولى سهلة بيارة. الأسبوع الجولة الأولى أوكي مشت، عاد مش الثانية تمشي لا. أصعب ثم أصعب. إنك المال تصعب. إيه طبعًا. والله أنا أعتقد بس ما أدري يمكن قد تكون سهلة عندكم. فاجأتوني بالجولة الأولى. لكن الجولة الثانية ما راح تمشون بسهولة. الجولة الثالثة سأقعد لكم أكثر. 10 ثواني. ديل هايمز. ديل هايمز. محمد سراج اختار ديل هايمز. طبعا انت عندكم اجابه صح؟ احس انه صح. احس انه صح. احس او شيء. اجابته محمد سراج لهذا السؤال طبعا صحيحه. برافو. استاهل. كفو. استاهل. والله اني حسيت انه لو دارد اخذت ابراهيم من زمان. طيب ينتقل خالد سليس. شد حيلك. يقول السؤال: لوبوش هو مكتشف مذنب ماذا؟ مذنب هالي، مذنب كوهوتك، أم مذنب هيل بوب، أم مذنب هيكوتيك؟ حق اسماء. مذنب اللي يشوفونه في الشهاب ولا في السماء. زي الحصى الكبيرة. نيزك. زي النيزك الحجر الكبير يعتبر. أو الصخرة الكبيرة. لوبوش هو مكتشف، مذنب ماذا؟ لوبوش عالم هو. باقي لك 15 ثانية. شد حيلك يا خالد. مذنب وش؟ هالي. ايش؟ الأول ايش؟ هالي. هالي. مذنب هالي. إجابة خالد هالي لهالسؤال من عنده إجابة صح؟ صحيح. والله أنا قال لكم سؤال صعب ما راح تجاوبون عليه، إجابة خاطئة للأسف يا خالد هالي. هي مذنب كوهوتك هي الإجابة الصحيحة. كوهوتك. معوض خير عندك وسيلة مساعدة اتصال ولا هاشتاج؟ لا يا حن. شك توترت؟ ايش التكاك؟ ايش متكاك؟ هاشتاج. هاشتاج. نعم. عبر الهاشتاج اكتب خالد او بيقول خالد سالي. يمكن بعض الناس يقولون في مشكلة في حجب على اسمه. قلب الاسد او قلب او اسد كلها حناخذها. واكتبوا الإجابة اللي هي مذنب كوهوتك. تعطونا الإجابة أو البقية الخمسة بانتظار الإجابة ودعمكم لهم عبر هاشتاج البزنس 88. الخصم كم يا خالد؟ واحد. رقم واحد. نشوف نعطي فرصة للمشاهدين عبر الهاشتاج يدعمون خالد السهلي للسؤال أو يكون اختيار لشخص آخر. أنت وحظك طبعاً. هو يختار وسيلة المساعدة هذه فيها خصم من قيمة السؤال. يعني مثلاً قيمة السؤال 400 نقطة. اختار رقم واحد. رقم واحد فيها خصم. يمكن يأخذ 200، يمكن 100، يمكن 50، يمكن 400. الله العالم. 400 لا ما يأخذها. بس عموماً حيأخذ قيمة يا عالية يا نازلة. مستعد يا خالد؟ الناس بدأت تكتب. بسم الله. توقف حوقف. بس اوقف عندي واحده بس ما عاد في الثانيه. تبي تشوفها؟ محتاج. الاجابه كوهوتك من الحساب باسم عمانيه. واو. بس عطت النقاط لمحمد عويس. يستاهل. ابيض وجهك يا عمانيه. انتهينا من الجوله الثانيه والاسئله الصعبه والجوله القادمه اصعب ما راح يجاوبون عليها اتمنى ان شاء الله. فاجئوني بالجولة الأولى والجولة الثانية على الخفيف. الجولة الثالثة يلا. يقول السؤال محمد بن ناصر. حقت كنت علينا عشان نجاوب.
حرف كيف ما فهمت؟ يعني تبغى تصعبها أكثر وأكثر وأكثر. طيب هي جت كذا ترى. يقول السؤال من مؤلف متن ألفية ابن مالك في النحو؟ متن عفوا متن أبو ابن مالك في النحو أبو أسود الدؤلي سيبويه محمد الطائي الخليل أحمد الفراهيدي. ما فيه ابن مالك في الجواب، كنت أبغى صيدي على لفة. من مؤلف متن ألفية ابن مالك في النحو؟ طبعا هنا علماء، سواء كان في اللغة العربية، سواء كان في الفضاء، سواء كان في السيارات، في الطيارات، أنت وحظك على حسب السؤال اللي يجيك. باقي لك 15 ثانية. ثلاثة، اثنين. خليل. خليل. خليل بن أحمد الفراهيدي. الفراهيدي. ها؟ خليل بن أحمد الفراهيدي. صح يعني؟ إن شاء الله. صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله؟ إن شاء الله إنه صح. طبعا الشباب يتمنون إن إجابة محمد ناصر صح، لكن للأسف الإجابة خاطئة. محمد الطائي. عوض الإجابة طبعا هو محمد الطائي هي الإجابة الصحيحة. عارف ليش؟ والله إني أقول محمد الطائي لين اخترت ما أدري إيش. ولا أقول بخاطر أقول محمد بن مالك الطائي. لا محمد ناصر طلع عمان. اتصال هاشتاج. طلع اتصال. اتصال عبر الاتصال محمد بن ناصر ينتظر دعمكم له. هو صاحب السؤال، لكن من حقكم تعطونه لشخص اخر معنا في المسابقه والمنافسه. من حقكم تردون الاجابه. نعم من حقكم ومن حقهم يردون. اي نعم، مو على اساس هو صاحب السؤال لكن من حقكم. نعم. تعطوا الطرف الاخر. ما سمحت تقول فيه اتصال. الخصم كم قبل ما الاتصال؟ واحد. خصم رقم واحد والاتصال نجم ولا نجمه؟ نجم. حياك الله يا نجم. الو السلام عليكم. يا هلا ومرحبا. سلام ورحمه الله. الاجابه ايش بالضبط؟ محمد الطائي. الإجابة لمين بالضبط؟ محمد بن ناصر. يستاهل. يستاهل محمد بن ناصر. برافو برافو. يستاهل. ننتقل لخلف القحطاني. يقول السؤال من مؤلف كتاب رفيق بريستون للرياضيات؟ هل هو الخوارزمي تيموثي غاورز أم إينشتاين أم إسحاق نيوتن؟ حبيبي شوف الخوارزمي هو حق الرياضيات بس ادري الكتاب ذا هو اللي ملفه ولا لا باين. احنا متعودين في الرياضيات فيثاغورس، احنا متعودين عليه. تي وشو لا اقرا ترى انا لا تاخذ اجابه. تيموثي. تيموثي غاورس ام اينشتاين ام اسحاق نيوتن ام الخوارزمي؟ من مؤلف كتاب رفيق بريستون؟ تيموثي غاورس. ليش؟ لا تزقها في الحديث الخوارزمي. الخوارزمي يا طويل عمر السلامة هو اللي اكتشف، مو شرط انه الف ذا الكتاب، لو انه الف ذا الكتاب ذا حطه بعربي اسم عربي. هذا غالبا اللي يكتشف يالف. يالف بس مو باسم شو اسمه كلام اعجمي. رفيق. رفيق. رفيق اخو محمد. لا ان شاء الله صح. لا صح. والله لو اني اكتب لك اجابة خلف القحطاني تيموثي غاورز اجابته طبعا صحيح. برافو تستاهل. تستاهل. ننتقل لحبيبنا محمد العويسي. يقول السؤال من مؤلف كتاب جينيس لعلم الفلك؟ هل هو جوزيف اسبن ام ابن رشد محمد فارس باتريك مور؟ واحد من ذولي هو مؤلف كتاب او كتاب جينيس لعلم الفلك. لا تسوي نفسك تقرا. وش الجواب اللي انت ارتحت انت؟ انا مرتاح لكن لا يسوي نفسه يفكر. والله اني ارتحت الواحد بس مايل الواحد. مايل مين؟ لعاب بشكل باتريك. باتريك مور. باتريك مور. مع اني جوزيف اسمه. اسمع ربي ما راح يوفقك لانك لعاب. ها شوف اختار اثنين. قلوب الناس عندك يا محمد. صحيح. ليش؟ مؤلف جينيس. جينيس هذا علم جديد يعتبر. خوارزمي او عفوا ابن رشد محمد فارس هذول العرب. اتفق معك ويا جوزيف يا باتريك واحد منهم. انا ارتحت لجوزيف بس مثل باتريك ما ادري ايش فيه. ما راح ما راح ربي يوفقك. مور يقول لي مزيد مزيد. ما هو الميول؟ ها؟ ولا الميول شيء والراحه شيء ثاني؟ او عندها هو لا 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 شفت باتريك مور يبقى شيء زياده مور مور وجينيس تاخذ الارقام القياسيه.
يعني ما ادري التحليل ان شاء الله اني اطلع صح ان شاء الله بس احس انه ما صح ما ادري انا احس انه خطا اجابتك يا محمد عويسي للسؤال هذا خطا طبعا بعد تحليلك وتعبك وجهدك اللي اجتهدته خطا طبعا صحيح برافو السؤال لك ضاري شركة بالله والله احس اني خنقت يقول السؤال فيزياء ايه من مؤلف كتاب فيزياء ستار تريك هل هو بالهيثم لورانس كراوس ام اينشتاين اسحاق نيوتن فيزياء اوه وجه الله نيوتن اينشتاين هذولا اينشتاين برد ونيوتن لا يا ابن الهيثم يا لورانس كورس باقي لك 20 ثانيه 25 ثانيه نيوتن جاذبيه صح نيوتن جاذبية اتوقع جاذبية نيوتن هذا عالم مو جاذبية ابن الهيثم يا اخي هذا انا لا ابن الهيثم راح ابن الهيثم ابو هيثم وكلت الكمري بعد الله ابن هيثم ها ابن هيثم ابن هيثم اجابته ابن هيثم وجهه عطنا ابو ياره سريع خلاص لا توتر فيزياء ستار تريك يعني واضح من الاسم انه انجلش صح ليش تختار ابن هيثم؟ ابو هيثم انا عجبني ابو هيثم تحكوا ابو هيثم عطري اجابه للاسف خاطئه معوض خير يس لا لورنس كراوس هي الاجابه الصحيحه طبعا معوض خير يا ضاري يلا ما عليك عندك سيرتي مساعده اتصال هاشتاج واحد هاشتاج هاشتاج اضرب البركان 88 ضارب سنيد اكتب اسمه او اللقب ايش بالضبط؟ البركان البركان او البقيه اللي حابين تدعمونهم معنا في المسابقه واللعبه هو وحظه او فاير ما اسمعك بركان او فاير بركان اول فاير ايش من اول فاير؟ يعني فاير يعني نار بركان او فاير فاير النار بس مو بركان فاير طيب اهم شيء يحرق ايوه بس اللبس الثوب جبل بني هو مستخلص من البركان لما انثار علي لزق له بعد ما طفى صار بني طيب بسم الله بركان انت وحظك عجي عندك يا ابو يابا بعد ما اختار نعطيهم فرصه يكتبون الاجابه الصحيحه الاجابه مثل ما قلنا هي لورنس هي الاجابه الصحيحه بسم الله كراوس سواء تكتب لورنس او كراوس كلها صحيحه تكتب اسم ضاري او البركان كلنا نقبلها او اسماء البقيه والقابهم في حال اذا الهاشتاج غير متفاعل معنا او انه تحس الاسم ما راح يخفيه علينا لا طلع الاسم قل يا بيارا لما الهاشتاج يمكن يخفي على الترند بس ما يخفي في الهاشتاج في التغريدات ولا لا ما يخفي انا اصلا ما عرفت هذه ان اسمي محجوب او شلون يعرفون هو يخفيه بعض الحين اذا غردت كثير ما يطلع في الترند هنا صح قد يحجب لكن في التغريد ما يحجب انت شوف اسامينا كلها طلعت كامله ارجع البدو تبعك الاخراج يقولون كذا يلا بسم الله عندك الهاشتاج بسم الله كيف واحد ولا نص الخيار اللي ما احبه واحد الواحد الله تعال شوف الواحد صدمني سكت يا الله صدمني هذا الواحد والثاني وين النص النص لفوق حجيت روح يا خلف تستاهل تستاهل خلف القحطاني تستاهل ننتقل لمحمد سراج يقول السؤال شد حيلك اي من الكتب التاليه لابي بكر الرازي كتاب الفضاء الفائق كتاب هيئه العالم كتاب البصريات كتاب خمس معادلات غيرت العالم واحده منها له اي نعم ودي ادخل مخك اشوف ايش تفكر باقي لك 13 ثانية شد حيلك اي من الكتب التالية لأبي بكر الرازي بصريات كتاب البصريات صح
صح لان صح. الرازي فيه محل نظارات صح ايوه ان شاء الله انه صح للرازي بدا من اسم الرازي النظارات يعني وش اكيد كتاب بصريه بس المحل اكيد مش لابي بكر الرازي قديم هذا يعني ابو بكر الرازي هو اللي اخترع الرازي اكيد من الكاميرا اتوقع مشتق العدسه من البصر صح ولا لا اجابتك صح استاذ صدحي ان شاء الله محمد سراج طبعا اخوياك كلهم قالوا الاجابه الصحيحه بناء على تحليلهم لكن التحليل الواقعي الموجود اجابتك خاطئه للاسف شفت كيف؟ احنا لعبنا عليك لا تصدق لا تصدق اي شيء وكل شيء يقول تعلم طيب وش الصح؟ والله ما نبي هو ها شباب لعبتوا علي قالوا وش الصح؟ والله ما نبي الصح يا طويل العمر السلامه كتاب الفضائي بار انا ما اعرف احسه خمس معادلات انا احترت بينهم لا كلمني عليك الاجابه الصحيحه ما حد يعرف السؤال كتاب هيئه عالم طيب هي الاجابه الصحيحه راحت عليك يا محمد سراج عندك وسيله مساعده بامكانك تجيك حظ مناسب تتوفق فيها اتصال ولا هاشتاج اتصال اتصال ننتظر اتصال الخصم كم واحد اتصال والخصم واحد اللي جاني كم السؤال لمحمد سراج سعيد جاهز السلام عليكم حياك الله سعيد واحد السلام عليكم سلام الرحمه الاجابه ايش بالضبط صباح النور اجابه كتاب هيئه العالم لمين محمد ناصر كفو سهل والله ابداع سهل محمد ناصر ثاني والله ابداع ينتقل السؤال لخالد السهلي يقول السؤال الجوله الثالثه الاخيره للسؤال الاخير يقول كتاب المبتكرون لي والتر إيزاكسون يلخص مساهمات العديد من المبدعين الذين حققوا اختراعات محورية في الكيمياء الفيزياء تكنولوجيا الكمبيوتر تطبيقات الجيولوجيا والآثار واحدة منها إجابة صحيحة عشرين ثانية الآثار اللي آخر شيء اسمه جيولوجيا والآثار إيه؟ جيولوجيا والآثار خالد السهلي ثالث إبراهيم يدخله معنا في البرنامج ما تبصغل قال جيولوجيا والآثار الإجابة إجابته يقول طبعا صح إجابتك يا خالد أيوس يقول صح صح الجيولوجيا والآثار مبدعين طبعا كميوت والله يا خالد فهم السؤال نفس الإجابة الاختراق لا علاقة في إيش في جيولوجيا في الأرض ما حد يقول اختراق الأرض كمبيوتر طبعا حللت إجابة خاطئة يا خالد مهود خير عندك اتصال ولا هاشتاك هاشتاك عبر هاشتاك خالد سهل ينتظر دعمكم له عبر السؤال إجابته هي تكنولوجيا كمبيوتر والتطبيقات الخصم كم؟ رقم 2 الخصم يا فريق الإعداد نشوف عبر بزنس 88 نعطيك الفرصة للإجابة تعطونها قلب الأسد خالد سهلي عبر هاشتاج لا تتكرر الإجابات أو لشخص آخر معنا في المسابقة والمنافسة كلهم يستاهلون نشوف مين حتيه لمين بالضبط مين الزعيم؟ أنت الزعيم صح؟ نعم طلع لك أرض طلع لك أبركات نعطي فرصة للمشاهدين عبر هاشتاج البزنس إجابة خالد سهلي خاطئ قال الجيولوجيا والآثار والإجابة الصحيحة تكنولوجيا الكمبيوتر تطبيقاته حتى لو كتبت كمبيوتر يكفي في الهاشتاج اختار الهاشتاج كوسيلة مساعدة مع خصم قيمة الخصم لهذا السؤال نشوف الجمهور الهاشتاج يعطيها مين وهي حظ في الاخير طبعا. رجعت لك ان شاء الله ابو حمد. الجمهور بدا يتفاعل ويعطي الاجابات. اقرا لنا كذا على السريع. السريع ابن الوكره خليف فالح الزعيم البركان حلو الزعيم خليف القحطاني ابو فالح القحطاني محمد العويسي خليف ابو هاجوس من ابو هاجوس انا صح الطري خالد سهلي لضاري احمد سنيد هذا ما ناخذ الاسم هذا يا شباب لا 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 اللي يكتب ثلاثه خلينا نكتب اللي كيفهم يا اسم واحد بس لان هذه بعض الناس عشان يكبر الهاشتاج لا لا يكرر الاسم محمد سراج المكرر ابو يارا هو ما يطلع لك تعرف اللي يكتب نقطه 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 لا 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 تكتبون القط واجد حطوا بركان ولا ضاري اجابه كمبيوتر واسم المتسابق حطوا بركان ولا ضاري
بسم الله يا خالد. من أبوه. بس. بس. واحد ولا نص؟ نص. نص. تكنولوجيا الكمبيوتر للبركان. هجت! هجت هاي روس. الواحد كان بناصر. جاني بداكو. طيب. ننتقل باقي لكل مسابقة سؤالين والأسئلة جدا صعبة ولا أحد راح يجاوب عليها. أتمنى يجاوبون عليها طبعا لكن أنا أقول يعني الأسئلة صعبة. هذه الجولة الرابعة صح؟ أحد يجاوب عليها سم؟ هذه الجولة الرابعة؟ الجولة الرابعة السؤال الرابع يقول السؤال محمد ناصر: ما هو تخصص العالم السعودي عبد العزيز بن عبد الله بن لعبون؟ الجيولوجيا، الفضاء، الكيمياء، الطب. كلكم الكيمياء كلكم والله ما تدلون شو السالفه. لا ما نضحك عليك. لا ما نضحك عليك الموضوع. لا انه بالفيت انه سهل اخر شيء جيبها على راسك. انت حل الاسم. باللعبون ما له ما نخص. الطب الفضاء الطب لا الكيمياء الجيولوجيا. تفاعلوا عبر الهاشتاج في حال اذا اختار هاشتاج. باقي 10 ثواني. الجيولوجيا. خمس ثواني. جيولوجيا قلت. جيولوجيا. اختار الجيولوجيا. ما هو تخصص العالم السعودي عبد الله بن لعبون؟ إجابة عفوا عبد العزيز بن عبد الله بن لعبون. محمد ناصر قال الجيولوجيا إجابته طبعا. صحيح. صحيح. أنا أحس إنه صح لأن الطب لا الكيمياء لا الفضاء ليش طب لا كيمياء لا الطب من زمان وقد عرفنا اللي ما هو تخصص العالم. تخصص. أوه. طيب صح 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 لا لا والله خلاص يا رجال ادري شوف فهم السؤال نص الاجابه صح احسب انه من المخترع انت لعبت انت فينا بالمخترعين ان شاء الله انا صح ارجع يا حظ اجابتك يا محمد ناصر طبعا صحيحه برافو الله برافو لا تركز لا تركز السؤال لك يا خلف ما هو تخصص العالم السعودي سلطان بن تركس ديري علم المناعه علم الجيولوجيا الفضاء الادب العربي سلطان بن تركس ديري شغال يا خلف تعطي اجابات لغيرك يلا شوف الحين بسم الله يلا شوف شوف محمد السديري شاعر كبير ويلم بالادب انا عرفت وهذا السديري مسعى سداره من هذا المنبر بالخير استاذ يمكن ابو تركي شدت في راسه ما يبغي اتوقع راح مناعه انا اتوقع ما ادري يعني. الوقت يا انا اتوقع ادب مين الادب العربي الادب العربي الأدب العربي خلف القحطاني إجابتي خطأ لو جبت خطأ تبي هاشتاج ولا اتصال؟ صح لا هاشتاج هاشتاج خلنا نعدل الأشعار أخ محمد ما شاء الله خلنا أقول إجابة خاطئة إجابة خاطئة علم المناعة الإجابة هو علم المناعة هي الإجابة الصحيحة معوض الصدق خير. سديري سديري معوض ترى شاعر ولا والله أنا أقول لك ذاك سديري شاعر يمكن يقول من عدى على رأس عالي نجم طويل يذهل كل ما نخص يعني ذاك جده ولا عدى يمكن يقول لا انا ابغى من امكان اختار ادب العربي بعد طيب. انا قلت للاعداد ابي اسئله ابراهيم هالمره صعبه مره ابي الكل يغلط بس ما شاء الله عليهم كثير مثقفين طيب تخصص صح اول نسخه ما شاء الله عليهم مثقفين بيض الله وجههم ها هاشتاج ها هاشتاج هاشتاج عبر بزنس 88 خلف القحطاني او ثالث خيار خصم الثالث ايه؟ هذا اللي في الكنترول الاجابه طبعا مثل ما قلنا اللي هو علم المناعه بتعطون الإجابة اللي خلف القحطاني هو وحظه أو تعطون لشخص آخر برضه يستاهلون جميعا نشوف الجمهور بعد ما يتفاعل عبر الهاشتاج الأدب شوف علم الجيولوجيا خارج القائمة الفضاء خارج القائمة والله أني استبعدتها بعدين قلت ها أقرب مالها سديري بيني وبينك حتى المناعة واحد لو ما يعرف السؤال استبعده كمان المناعة إيه؟ اقرب اقرب اجابه كانت بعدين الله يصلحه وش يبغى بعلم المناعه؟ هو تصدق وش علم المناعه؟ اطلع عليه ترى علما شنك فيها؟ الوسيله المساعده معناها عشان تكونوا في الصوره ما ياخذ النقاط كامله لو قيمته سؤال 400 نقطه يمكن ما ياخذ نقطه واحده على حسب وسيله الخصم اللي اختارها الرقم اللي اختاره قبل شوي ها يا خلف وقف وقف نعم واحد ولا نص؟ انا بسوي لك تشويش نص لا نص نص بسم الله نص تعال شوف النص هذا النص
خالد السهلي. كرر يستاهل. يستاهل بس محمد ناصر تقرب. وش اللي كان تحته؟ ما شفته. ان شاء الله ما يكون راحت. لا يكون خلط. المناعة محمد ناصر اللي بعده تحته. معوض خير يا خلف. ننتقل محمد العويسي يقول السؤال. وش كنت بتقول؟ تقول اي اقصد في هاشتاج لا تقرب لنا عشان معلومة لا احد يقول الجمهور يحتاج هذا نقل له معلومة من هالكلام. محمد العويسي يقول عالمة سعودية تعتبر أول امرأة عربية تحصل على الدكتوراه في التقنية الحيوية من جامعة كامبرج. هل هي خورة الكريع، ماجدة براس، حياة السندي، غادة المطيري؟ الإجابات نفسن. أي نفسن؟ نفسن بالضبط. طب غلصة غاد. غادة. غادة بعد ما يروح السؤال هذا تروح. أبوه غادة المطيري. غادة المطيري هذه إجابة محمد العويسي. صح. طبعا تحليلك خروج ماجدة صحيح. ها تحليل صحيح خروج كم معها شهادتين. طيب لكن إجابتك محمد العويسي طبعا خاطئة للأسف. يس. الإجابة دكتور حياة السندي هي الإجابة. حياة السندي. إيه نعم هي الإجابة الصحيحة. معوض خير عندك اتصال. هاشتاج. هاشتاج. عبر هاشتاج البزنس 88 محمد العويسي اختار المساعدة. اكتبوا اسمه العويسي أو محمد العويسي أو ماذا؟ العمدة. العمدة. بس العمدة دائما معروف كبير السن. سالم حزام وش يسوي لي؟ سالم حزام حاطية الخصم كم؟ ها؟ الخصم قبله. بلا خصم. اثنين لازم خصم. بلا شيء واحد نختار من عندنا. واحد خصم واحد. ايش تقول سالم حزام؟ ايش يقول سالم حزام؟ سمى محمد سراج ابو هاجوس. ايوه. وسمى العقيد وليد بحيح. وسماني العمده. وسمى محمد ناصر. لا من اول الزعيم هذا شفونه ماضيه. قلب الاسد في المنتديات كان اسمه الزعيم. لا والله كان ايام اول اوكي. بالتوفيق ان شاء الله. طبعا الحين ننتظر هاشتاج محمد العويسي. اتمنى لك النجاح وان شاء الله يكون من نصيبك ان شاء الله. لكن في النهايه البقيه لها الحظ انه يجيه السؤال. نشوف الناس تتفاعل ولا باقي. خليف بن فالح. خليف نعم. قلب الاسد الزعيم محمد العويسي. العويسي قلب الاسد. قلب البركان. حياه السندي الزعيم. يلا بسم الله. بسم الله توكل. عندك هو يختار وحنا نوقف نشوف الحظ راح يجي هو له ولا لغيره. عبر هاشتاج بزنس 88 تفعلهم كلهم. ها واقف اول تو تحرك الحين. روح 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 روح. روح روح. انا اتاكد بالهاشتاج ولا لا. اي هي. بس خلاص بس. واحد ولا نص؟ لا واحد. الله واحد. اللي اول شيء وش هو؟ شوف نص محمد العويسي. خلاص نص. واحد محمد العويسي. حياة سليمان سندي الظاهر ضاري سنيد يستاهل. برافو يستاهل. السؤال لك يا ضاري الحين شد حيلك. يقول السؤال سهل. سهل سؤال. من هو رئيس هيئة علماء المسلمين؟ مسلمين؟ دكتور ايه دكتور احمد هليل دكتور فهد المهدي. لا 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 لحظه ابو ياره شوف انت ايش في وهقتني. السؤال طلع غلط عندنا. عفوا هذا السؤال الثاني حق هذا بس نرجع سؤالك اول. في اي علم تخصص العالم عبد العزيز بن سعود الغزي؟ الهندسه الكهربائيه، علم الاثار، الهندسه الصناعيه، علم المناعه. زين هذا واقف. تعال تعال شوف ابو ياره سم دقيقه. ايوه تو اشتغل. ايش تو اشتغل؟ ثواني بس راح تصير واقف. طيب بس راح تصير واقف. اي اي ادري. في اي علم تخصص العالم عبد العزيز بن سعود الغزي؟ ونعم كهرباء صناعي، علم الاثار، علم المناعه. بسم الله عبد العزيز. عشر ثواني. بسم الله علم المناعه. المناعه. كنا مو قبل شوي كان علم المناعة عند الشباب. الحين فكنا. احنا هني يا ابوي. احنا هني. ان شاء الله الصناعة. ان شاء الله المناعة. لا صناعية من بعد. ان شاء الله. هندسة كهربائية هم بعد صناعية. يعني هندسة صناعية يصير. علم الاثار. علم الاثار ما شغل في هندسة. علم الاثار.
ليش؟ لانها العالم وعلم المناعه ما هو المناعه قد فاز بها السديري. الحين علم سديري تخصص يا حبيبي. المساله لا مو كهربائيه ما فيه هندسه صناعيه يعني يسوي لك سياره مثلا. علم الاثار لا ما انا اتوقع مناعه مناعه. طبعا نظاري اختار علم المناعه هي الاجابه. ما انا جت اجابه سابقه عن علم المناعه اجابتك يا ضاري للاسف خاطئه. علم الاثار هي الاجابه الصحيحه مثل ما قال خالد. شوف يا هلا لك كان صبا المفروض تاخذ اثار مخي وقف دقوا سلف وخلاص. طيب يا ضاري اتصال ولا هاشتاج؟ اتصال ولا هاشتاج؟ نقول بسم الله وهاشتاج. هاشتاج عبر هاشتاج بزنس 88 اكتبوا ضاري سنيد والإجابة الصحيحة اللي هو علم الآثار تعطونه لضاري يستحقها ويحتاجها. أكيد أول بقية بانتظار محمد بن ناصر خلف القحطاني محمد العويسي محمد سراج خالد السهلي كلهم بحاجة النقاط هذه. لكن هالهاشتاج هو حظ في الأخير والنقاط يا تاخذ نقاط عاليه يا تاخذ نقاط قليله ما تستفيد منها اللي هو وسيله المساعده. رقم كم؟ رقم 3 سجلوا عندكم رقم 3. نشوف الهاشتاج البزنس 88 بسم الله وعلى بركه الله. هذا السؤال ما قبل الاخير لكل شخص. باقي السؤال الاخير. انا ما ودي دينك تتعب تبيني امسك بدالك حبيبي. الله يسعدك تستاهل والله. انا ودي اعطيك الجوال هديه بس انا الوضع تعرف. دقوا سلف. ستوب. سم ما اسمعكم يا شباب. طيب لا تشيل هم. عندك واحد ولا ربع؟ اجيك؟ لا طبعا. تجي اوكي. إيه لا لا اختار بعدين تعال. اختار بعدين اجي. إيه؟ واحد ولا نص؟ واحد ولا ربع؟ هو ربع. ربع يعني ربع تنزل كذا ولا تصعد كذا؟ وربع فوق واللي بعده. احنا قبل شوي قلنا واحد نبي نجرب الربع. الربع. تصيب. بسم الله. واحد قلب الاسد، الربع مين حاطين وش الاسم؟ مين حاطين وش الاسم؟ لازم تصعد شخطه فوق ولا اجين؟ اجين طبعا. وش مكتوب هنا؟ هذه كاتبه قصه حياتها الله يهداها. كاتبه قصه حياتها الله يهداها. لا كاتبه قصه حياتها. مره ثانيه. لا تكتبي قصه حياتك، اكتبي بركان. كمل. قف. واحده مطلقه تكتب معاناتها. ابشري بس عاد يعني ندعي لها بالخير. قف يا ابو يارا. قف يلا لا تجي لا تقرب خليك ورا. ايه ما في عندك الا واحد بس اللي هو هذا اللي فوق. عرفت؟ حلو ممتاز. الاجابه كانت لضاري سنيد والاجابه رجعت الخلف وجاباني يستاهل. يستاهل يستاهل خلف. ألف مبروك. مقدماً ننتقل لمحمد سراج. يقول السؤال من هو رئيس هيئة علماء المسلمين؟ دكتور أحمد هليل، دكتور فهد الماجد، دكتور عبد الرحمن سديس، دكتور محمد عبد الكريم العيسى. عبد الرحمن سديس. سيوف السياح انقطع. ترى في فرق بين رئيس الحرمين مؤسسة الحرمين الشريفين اللي تبع في مكة المكرمة. والله ما أعرف منهم إلا عبد الرحمن سديس ما أعرف منهم. فأنا اللي هو رئيس هيئة علماء المسلمين. خطأ خطأ. هي إجابة خاطئة للأسف يا محمد سراج. معود خير عندك وسيلة مساعدة تصاوي الهاشتاج. طبعا هو دكتور محمد بن عبد الكريم العيسى. اتصال. اتصال عبر الاتصال. محمد سراج اختار وسيلة مساعدة هذه الإجابة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس هيئة علماء المسلمين. والسؤال اللي بعده مربوط بالسؤال اللي قبله. لكن الخصم كم؟ واحد. واحد خصم واحد. هيا حياك الله. هيا انا مو بجاني. هلا مرحبا. الاجابه ايش بالضبط؟ ايوه لمين؟ محمد سراج. محمد سراج يستاهل. خالد سهلي يستاهل. محمد سراج. ننتقل خالد سهلي. يقول السؤال الى اي جهه تتبع هيئه علماء المسلمين هذه الهيئه؟ رابطه عالم اسلامي، وزاره الشؤون الاسلاميه، محمد مجمع الفقه الاسلامي دولي، منظمه التعاون الاسلامي. سؤالين مربوطه ببعض. وزارة الشؤون الإسلامي. ليش؟ من قال صح؟ ليش؟ هيئة تتبع الوزارة. من رئيس عفوا من وزير وزارة الشؤون الإسلامية؟ مجمع الفقه الإسلامي الدولي. صح؟ دكتور عبد اللطيف آل الشيخ. العيسى وزير هو رئيس رابطة العالم الإسلامي. صحيح، العيسى هو رئيس رابطة العالم الإسلامي. فهو رئيس هيئة علماء المسلمين فترجع لمين؟ عالم الإسلامي. رابطة العالم الإسلامي.
طيب ويا رب روح بس. اوكي تفضل محمد سراج. اجابه خاطئ. تفضل طاري. ما شاء الله كلهم دقوا سلف يا بركان. دقوا دقوا بسرعه لا يخرب السلف. استاذنا روح وارجع. طيب هنا 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 ايه افتحوا الباب اللي هنا بس عشان بيروح ويجي. عندك اتصال ولا هاشتاج يا خالد سالي؟ هاشتاج هاشتاج عبر الهاشتاج خالد سالي ينتظر. خصم كم؟ اثنين. اثنين خصم اثنين لخالد سالي عبر هاشتاج. ينتظركم خالد سالي قلب الاسد. كله لو كتبتوها اعتقد كله بتجي يعني ما راح يكون في في مشكله. لكن في الاخير اكتبوا اسم واحد وإجابة واحدة والبقية بانتظار الدعم كذلك. لكن نقول بسم الله على الرحمن. الجواب وش هو بيارة؟ الجواب زي ما قلنا رابطة العالم الإسلامي هي الإجابة الصحيحة. رابطة العالم الإسلامي. ها نبدأ نشوف الجمهور تفاعل ولا لا؟ لين ما نعطيهم فرصة يتفاعلون ونشوف إن بدوا يكتبون وكتبوا الإجابة. النقاط ما راح نقبلها. النقاط ما راح نقبلها. بسم الله على بركة الله يا خالد. ها بس 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 عندك واحد. ما عندي غيره. تبي تقراها ولا لا؟ اقراها انت وياه. طبعا هو ما حط الاسم، حط الاسم على شكل هاشتاج. دليل مثبتة. للأسف يا خالد، شوفها بنفسك وتعلن. لا لا ما يحتاج، اقرها انت فيها. ولا انتظر يرجع. حط صوت ضوء. كيف صوت ضوء؟ لا هو حط اسم بس ان ننتظر يرجع أحسن. عشان عشان لا هو حط الاسم هاشتاج بس عشان الصورة تطلع له يفرح. ولا مين يفرح بداله عشان نحط الصورة؟ أنا عندي محب الناصر. يلا سي سي ها سي سي يلا الصورة محب الناصر. يلا كلمة سي ها كلمة سي. الإجابة اللي خالد السالي يستاهل. وترتك صح. معليش ام سوري. معليش يا خالد المفروض أقولها بدري بس هذه حد تستاهل. ننتقل الحين للجولة الأخيرة. الأسئلة صعبة ولا أحد راح يجاوب عليها. أتمنى يجاوب عليها بس إن شاء الله. قلب ما أدري القلب اللي فصل لي ضيق ولا أنت ليه فتح؟ أنا بفتح. والله؟ تفتح أنا بفتح. خلاص ولا نسكر؟ يقول السؤال: وسام يمنح للمتميزين في مجالات العلوم والطب والبحث العلمي. وسام الملك سعود، وسام الملك فيصل، وسام الملك خالد، وسام الملك فهد. انت عارف اني 90% اني انا مشرف في البرايت. يعني ما تقدر تجيب اسئله يعني قدريه. مو عشان اني عارف تجيب برايت بسالك اسئله صعبه. ما ابيك ابيك ترجع مره ثانيه. لا تجي السبت الجاي. من عندنا سؤال القطر عندكم؟ موجود بس مو من محطك. واعتقد لو جاك حتى ما راح تجاوب. يا والله بجاوبه باذن الله. ما اعرف صراحه. انت من الوقت الوقت وش الوقت؟ خلي الوقت الوقت. ثواني ثواني ثواني. الملك فيصل. مين؟ الملك فيصل. الملك فيصل. لاني ما اعرف. طيب جاوب اجل روح الوقت. لو راح اجاوب محمد ناصر وسام الملك فيصل يقول هذه اجابته صحيحه للسؤال. وسام يمنح للمتميزين في مجالات العلوم والطب والبحث العلمي. اجابتك يا محمد بن ناصر تخيل خاطئ للاسف. ملك فهد. عندك اتصال ولا هاشتاج؟ اتصال. محمد ناصر اختار اتصال. ليش اخترت اتصال دائما؟ تفاعل. موجه ناس قلت خليكم على التليفون. موجه وايش؟ ناس يقول خليكم على التليفون. والله لو انها حرب وين اوجه؟ الخصم كم؟ اثنين. اثنين خصم رقم اثنين. نوره حياك الله يا نوره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الاجابه ايش بالضبط؟ وسام الملك فهد. يا سلام. لمين؟ خلف القحطاني. خلف القحطاني. يستاهل يستاهل خلف. السؤال لك يا خلف. يقول
من العالم الذي حصل على جائزة نوبل في مجال الكيمياء في عام 1901؟ أدنك ما ولدت في هذا العام، لكن فيل هلم رونتينغ أم ياكوبس فان توف أم هيرمان إيميل فيشر أم ويليام رامزي؟ واحد من الإجابات هذه صحيحة أكيد. من العالم الذي حصل على جائزة نوبل في مجال الكيمياء في عام 25 ثانية. جاوب الحين. قاعد توتر ولا توتر نفسك؟ أوتر بابا. من المخطر؟ ثواني باقي لك خلف. هيرمان أميل فيشر. وين ده؟ هيرمان أميل فيشر. خطأ. محمد ناصر قال خطأ، والله ما رد له إجابته خطأ. خلف القحطاني عشان عشان يقول خطأ يعني بعرفه يعني لو ما تحركت. إجابتك خاطئة يا خلف. أنت قلت اتصال ولا هاشتاج؟ من هو طيب؟ الإجابة الصحيحة حلوة ياكوبس فان توف. لم بحالك. سم؟ والله عاد هذا اسمه. ومصارعين يعني اسمهم اسماء. وش ودك هاشتاج ولا اتصال؟ هاي خلف. هاشتاج يقول هاشتاج خلف اختار الهاشتاج وسيله رقم 2 الخصم رقم 2 يا فريق الكنترول واختار الهاشتاج البزنس 88 هو وحظه يجي الهاشتاج ثاني شيء عنده اختار خصم 2 خصم 2 معناها النقاط احتمال ياخذها كامله او قليله او متوسطه او انتم حظه في الاخير بسم الله على بركه الله شوف الهاشتاج تدريب اخليه ياخذ ثلاثه اقدر شاب واختار خصم 2 يقدر يغير ثلاثه ولا صعبه ما اعرفها ترى كلها ما ندري وش والله حتى انا ما اعرف عشان كذا طيب يعني اختار ثلاثة عادي لا قالوا اثنين بس خلاص اخترت سجلوها خلاص اثنين بسم الله خلف الله ستوبينج ستوبينج ولا ستوب ما فهمت وقف 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 ما عندك الا واحد او ربع اختار بعدين تعال يلا ربع ربع الكامل بركان والكامل الله شلون يعني لو اختار الكامل لو الربع ياكوبس فان توف للمتسابق طبعا الاسم العويسي اجل هشام العويسي هو اللي قال لي اختار هاشتاج قال لي اختار وقلت اختار هاشتاج ايش الحركه هذه يستاهل طيب هذا جميله في بطنك لازم ترد عليها والله يبشر بالشباب بضايع طيب يقول السؤال محمد العويسي ان شاء الله تجاوب عليه عالمه متخصصه في السرطان حاصله على وسام ملك عبد العزيز من الدرجه الاولى ياسمين تويجري سمر سعيد خوله كريع سمر منيف عالمه متخصصه في السرطان الله يكفي خاطرك ان شاء الله الشباب والله مسمين حصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجه الاولى خوله الكريع تردد علينا في ثلاث اسئله تروح وترد تروح وترد تروح وترد ايش وضعك؟ ثاني شيء ليش اني عالمات اتكلم؟ طيب هو السؤال من العالم اللي حصل جائزه اكيد واحده منهم حاصل او عالم عفوا السؤال 10 ثواني ها؟ خوله خوله بنت سعيد بنت سعيد ايش دراك بنت سعيد انت كانك تعرفها سمر سعيد يمكن ياسمين شكيت في ياسمين بس خوله ثلاث اسئله ويا خوله ولا حد قال خوله يلا قلنا خوله عشان ما كسر خاطرك يعني ها كسر خاطرك عشان ما بكسر خاطر والله والله تستاهل وانت تستاهل علي يبقى بنت سعيد وانت تستاهل بنت سعيد الإجابة يا محمد العويسي طبعاً صحيحة برافو هلا يا ولد ننتقل لضاري يقول السؤال شد حيل يقول لك تمام اختار بنت سعيد ونعم بنت سعيد ألبير كلود حصل على جائزة نوبل في مجال الطب وسبب حصوله عليه هو مشاركته في اكتشاف ماذا؟ اختزال المعلومات في الخلايا العصبية عملية الفسفر القابلة للانعكاس التنظيم الهيكلي الوظيفي للخلية آلية تنظيم عمل الشعيرات الدموية ألبير كلود حصل على جائزة نوبل في مجال الطب وسبب حصوله عليها
يا اخي اجاباتي انا كلها يا اثنين يا ثلاثه وكل ما اجاوب 10 ثواني لحق اذا صفر انتهت الا تجي في رقم واحد اول وحده اللي هي اختزان المعلومات في الخلايا العصبيه الاجابه طبعا ضارب السنيد هو اختار اختزان المعلومات في الخلايا العصبيه لهذا السؤال للاسف خاطئه الاجابه الصحيحه هي التنظيم الهيكلي والوظيفي للخليه طبعا اخيرا اخيرا ان شاء الله اخيرا اتصل بالهاشتاج ارحمك الحمد لله ها ايش قلت هاشتاج عبر هاشتاج خلت تروح العطسة واحد يسولف مع المشاهدين شوية يوضح هاشتاج اي ضرب تبي يا ضار لا تضغط على المايك واحد 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 خصم واحد بركان بركان علشان ما اجي في عقلك نشوف الان عبر الهاشتاج التنظيم الهيكلي هذه إجابة الجمهور نشوف بسم الله وعلى بركة الله ننتظر تفاعل الناس عبر الهاشتاج ايوه يلا ها خلنا نبدا ويارا انا بسالك سؤال يعني انت ما شاء الله شاشه تليفونك مسوي لها تظليل حراري يا ولد ما نشوف يا عشان ما تشوف الاجابه ما شاء الله فتح عيونه يا ولد ما قاعد اشوف ما شاء الله يلا بسرعه ارجع لا تكل مايك يقول قف اي قف قف عندك واحد ولا ربع اسمي واحد والله ما ادري واحد ولا ربع ربع تسحب تكه تحت ولا تكه فوق على فوق طبعا انا اختار اول واحد 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 وهذا هو بسم الله يا وجه الله ووو. ها يستاهل خلف القحطاني يستاهل يستاهل خلف القحطاني العقال العقال الله ننتقل لمحمد سراج السؤال الأخير لك أتمنى تجاوب عليه يقول طبيب وفيزيائي تذكر بعض المصادر أنه ولد في عمان ونعم تم إدراجه ضمن الشخصيات المؤثرة بالعالم في اليونسكو عام 2015 يعني قريب ابن الهيثم ابن رشد ابن نفيس ابن الذهبي ها طبيب وفيزيائي وشو تذكر تذكر بعض المصادر انه ولد في عمان تم ادراجه ضمن الشخصيات في 2015 دخل حلو ولد في عمان فكر باقي لك 23 ثانيه هيثم كذا اسامي عمان هيثم فيها هيثم ست ثواني يلا ابن الذهبي ليش؟ حسيت صح ابن الذهبي صح والله انت قلت صح الاول وطلعت خلط علمي اي خلط طلعت خلط ابن الذهبي ابن الذهبي ابن الذهبي اجابتك صح صحيح صحيح برافو تستاهل ننتقل لخالد سالي واخر سؤال في المسابقه واللعبه ركز يا خالد ان شاء الله تجاوب عليه يقول عالمه قطرية حاصل على جائزة قطر التشجيعية في الفيزياء 2010-2011 من هي؟ سعاد المنصوري مريم المعاضيد سعاد العلي فاطمة العلي اسمها كذا معلم مريم معاضيد كذا اسمها؟ المعاضيد سعاد العلي فاطمة العلي سعاد العلي فاطمة الخوات ما ادري والله خوات المخوات هذا تحليلي كان طبعا عندك إجابة؟ إذا جاوب أخذ منك الأكيد وإذا ما طلعت الأكيد نخصم عليك؟ ها كيف حرمت الموضوع هذا ناخذ يلا خالد انتبه له ناخذ الاجابه لو ما طلعت اجابه صح خله ودي يجاوب لا 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 تقول خليك تحدي نزل التحدي فاطمه فاطمه ثواني يا ولد فاطمه جاوب جاوب ايش جاوب فاطمه فاطمه مريم مريم صح طيب يقول فاطمه
مريم ايش؟ اجابتك يا خالد للاسف خاطئه، هي مريم عطيت الاجابه الصحيحه. اي والله لا قطري اصلي اجازه ما تتفق عليها. بس يخلص مني ما يبغى يعطيني. عندك وسيلتين اتصال ولا هاشتاج؟ اتصال ولا هاشتاج؟ اخر شيء خلي اتصال. اخر شيء اتصال. خالد سهلي الاجابه مريم معاضيد هي اجابه السؤال. عالم قطرية حاصل على جائزة قطر التشجيعية في الفيزياء عام 2010 و 11. من هي الإجابة مريم؟ اكتبوا مريم العضيد أو مش اكتبوا في الهاشتاج الاتصال. السؤال اللي خالد السهلي تعطونه ولا تعطون البقية بانتظاركم هذا الحظ الأخير لخالد وللبقية. الخصم كم؟ ثلاثة. ثلاثة مين؟ غالية معنا، حياك الله يا غالية. الله يحييك. يا هلا مرحبا. الإجابة؟ الإجابة مريم المعاضيد لمحمد بن ناصر. محمد ناصر يستاهل. يستاهل محمد ناصر. أنا جاوبت. نقاط السؤال سم. ماذا منها النهاية وإن شاء الله يوفقهم. ثاني شيء. شكر. مريم المعاضيد. امسح المايك. افتحه. إيه. ما دام انه اخذ شيء شكرا لمريم المعاضيد ما شاء الله عليها صاعده شابه طموحه هي اللي وصلت لذا وشكرا لاني انا حليت الجواب وشكرا للاتصال هذا اللي اعطاني اياه لان سؤال قطر ما يروح للعيال قطر مع احترامي لابو حمد اول خير ابو اول خير طبعا انتهينا من الهاشتاج والاتصال ومن الأسئلة لكل متسابق خمس أسئلة محمد بن ناصر خلف القحطاني محمد العويسي وكذلك الطرف الآخر ما أقول محظوظ الأسوأ حظا في تاريخ البرايمات اللي هو ضاري بن سنيد محمد سراج وخالد السهلي. إلى اللحظة هذه ما حد يعرف إيش حيكون مصيره. أتمنى شباب يكون فاصل قصير جدا عشان ننطلق مباشرة بالتعريف وما نأخر المشاهدين ونتعرف على مين راح يودعنا الليلة. السبت اليوم واحد والسبت القادم واحد. بعد الفاصل. أوكي بعد الفاصل. هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تسينا القوة في أهل البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا أهل البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حيا. يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة. يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوة في يا هل البزنس كفو هذا البرنامج برعاية الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوة في يا هل البزنس كفو
عندي لكم اليوم سالفة من ذهب. متضايق تصدق، تبي تدفع عنك البلاء تصدق، تبي الرزق من كل صوب، تبي توفق في حياتك تصدق، لعلها تكون شافع لك يوم القيامة وتطفى غضب الرب. تصدقوا وبادروا لعلها تكون شفيعة لكم. بذل العطايا لا دمي خير معروف، والعمر يفنى والليالي قصيرة، والمال لو تعلم ترى المال مخلوف، أجره يظلك من شموس الهجيرة. كيف تكون لي صدقة جارية في مكة؟ إيه دورت وبحثت ولقيتها بسيطة، وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام، وقف باقي إلى آخر العمر، وصدقة جارية حتى بعد الممات. يقول لك يوم تحط تبرعك في الوقف، الوقف بيتصدق عنك المحتاج والأرملة والمسكين في مركز المضيلف، لا وكل شهر وكل سنة وطول الحياة وحتى بعد الممات. ما يفوتني ولا يفوتكم الأجر، ولا تفوتنا الصدقة الجارية. هذا العلم، سلامتكم. تخفيضات غير لشهر الخير من 10% حتى 70% في قصر الأواني في جميع معارضنا حول المملكة والمتجر الإلكتروني. عطر بلاكلي من التخيل للعود، اسم تثق به. مارسيل؟ ما شفتي فستاني كيف حلو ومشجع، ألوانك كثيرة أبيض أخضر وأحمر. مارسيل مارسيل بتنوع حلو مارسيل، سلام. مارسيل 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 بتنوع حلو مارسيل. ليفوتك وش أحلى، وش أحلى من الكاجوال، بشكاله والوانه خامة هي الأفضل. مارسيل مارسيل بتنوع حلو مارسيل، مارسيل. خصم 20% ولمدة 3 أيام في جميع فروع حلانا غير. اختر اللي يعجبك من المعجنات والكيكات وأصناف متعددة من الحلويات، وترانا موجودين بجميع برامج التوصيل. حلانا غير يجيك لين بيتك. مشتاق لك للأولين. ايه يا زين يا مول، اللحم دايم طازج وكل قطعة منه تقول الزين عندي تطبخ على قلبي. ولا تنسى البهار وضبط لي الكشنة. أوه عاد لو تحمر هالحمات الذايبة نذوب معها يا شيخ. ترى الموضوع مو بوهم ولا خيال، الناضج قدم لك لحم الطيبين بنفس طعم وطبخ الأولين، متوفر الآن بالنفر. أطلب من الرقم الموحد أو تطبيق الناضج الآن. لحم الطيبين، لحم مدوزن، الناضج أطعم لك. شفتي ذيك العنود؟ حاطة الكحل من هنا لنيا شوي طري رموشة. إيه والله أني تصدق تقل بسيط. الله هذه طعمها حلو، ذوقيها برتقالية برتقالية برتقالية. ما كيف؟ حلو. والله ما تحلى جلسة إلا مع فشفش. يا حبالي، وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام، أجر لك لغيرك كلها سهم 150 ريال،
بادر قبل أن تغادر، والله يكتب لنا ولكم أجر. يلي على درب السنع والخير تبغاه، ابشر يجيك العلم واضح طريقه، في مصرف الراجحي والحين تلقاه أوضح من نجوم السماء في بريقه. كلنا نبغى نتبرع في هذا الوقف، خلوني أعلمكم شلون الطريقة. ادخل سلمك الله على تطبيق الراجحي، اختار التحويل، بعدها تحويل لجمعية خيرية، اختار جمعيات البر والخدمات الاجتماعية، اكتب في الخانة جمعية البر بالمضيلف، بعدها اختار حساب الوقف واكتب المبلغ اللي انت حاب تساهم فيه، اضغط على زر التأكيد، راح توصلك رسالة مباشرة للتأكيد على جوالك، ادخل الرقم وعسى الله يكتب لكم الأجر والخير، وبعدها ارسل علينا إيصال التبرع على الواتساب. سلامتكم جميعا. تخيل لو جاك شخص وعطاك ذي الوردة، راح يدخل عليك سرور وسعادة، فكيف لو أنت أدخلت السرور والسعادة ذي على شخص أو طفل أمل بعد الله سبحانه وتعالى؟ أنت وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام في أطهر بقاع الأرض، والقائم عليه جمعية البر الأهلية بالمضيلف. السهم الواحد 150 ريال، 150 ريال ذي نحطها في أدنى شيء، في كافي، في تعبية بنزين، في أي شيء بالحياة ذي، وغير عليها بعد ال 150 ريال ذي في أكثر من شيء، سقيا ماء، كفالة الأرامل، ترميم المنازل، كفالة الأيتام التي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين. فبادر قبل أن تغادر، والسلام عليكم. تخفيضات غير لشهر الخير من 10% حتى 70% في قصر الأواني، في جميع معارضنا حول المملكة والمتجر الإلكتروني. عطر بلاكلي من التخيل للعود، اسم تثق به. هلا بك نورتي شرفتي هنا جيتي، مارسيل؟ ما شفتي فستاني كيف حلو ومشجع، ألوانه كثيرة أبيض أخضر وأحمر. مارسيل مارسيل من نوع حلو مارسيل، سلام. مارسيل 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 من نوع حلو مارسيل، ليفوتك وش أحلى وش أحلى من الكاجوال، بشكاله والوانه خامة هي الأفضل. مارسيل مارسيل من نوع حلو مارسيل، مارسيل. خصم 20% ولمدة 3 أيام في جميع فروع حلانا غير، اختر اللي يعجبك من المعجنات والكيكات وأصناف متعددة من الحلويات، وترانا موجودين بجميع برامج التوصيل. حلانا غير يجيك لين بيتك. هذا البرنامج برعاية الحماس من البداية، بين تتويج النهاية، للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي، هلا فيكم تزين القوافي. يا هلا البزنس كفو، هلا
هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تسينا القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو طونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حية. يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة. يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي. يا هلا البزنس كفو دقت اجراس قلبي يوم حال الوداع يوم حال الوداع. سالت دموع عيني سالت دموع عيني يوم حال الوداع يوم حال الوداع. وداع القلب غالي وداع القلب غالي يوم حال الوداع يوم حال الوداع يفرقنا ان شاء الله. اللهم امين. ها نبدا هوا ولا باقي؟ جميل احنا هوا. طب كان قلتوا لي احنا هوا. اسعد اوقاتكم مشاهدينا الاعزاء مجددا في المرحله الصعبه اللي كل ما يتمناها، لكن هذه اليه البرايم والمسابقه. الليله راح يودعنا احد الاشخاص، قد نتفاجأ بمحمد ناصر او خلف القحطاني او محمد العويسي، وكذلك من الطرف الآخر الأكثر والأسوأ حظاً ضاري بن سنيد ومحمد سراج وخالد إسحالي. المعلومتين اللي حاب نقولها لكم ثم ننتقل اللي بعدها. غداً الهوى راح يبدأ، طبعاً اللي يطلع اليوم ما يلحق الموضوع غداً، يا سلام عليك. فاللي يطلع اليوم من الستة دول السؤال مو لكم، لين ما بعدها وجه السؤال لنفسكم للشباب الموجودين الضامنين انهم حيكملوا البرنامج معنا. غدا بعد صلاة الظهر فقرة لو صباح البزنس، طبعا بعد طبعا مع الأستاذ بدر الحسين الفقرة. بعد العصر يبدأ المطبخ. البث ينتهي 7 الصباح. هذا الأسبوعين كلها لين آخر يوم. نعم الهواء لكم بعد العصر، بعد العصر لفريق الطبخ لمدة ساعة. شو لمدة ساعة؟ حيكونوا فيها أصحاب المطبخ. ما بعد الساعة حيحسب نقاط للبقية اللي ما حضر الهواء، تقريبا حنحسبها لكم بالمقابل. فهمنا هذا اول شيء. النقطه الثانيه اسلم مو تقول تحت هوا بيهم ولا اوكي طيب. لا انتم ما انا حضرت الشباب قالوا لي تحت الهوا ما نبي الشباب. الشباب محمد ناصر قال لا ما قال ابويا روح يسوي لكم انتم. طيب سام ما اسمعك يا بتال المري ارجع محلك. الله ونعم بسال. لا اما الشباب
اللي طلعوا احنا نتشرف بوجودهم طبعا لا شك، وحضورهم اضافه لنا، اللي هم عايض المحترف يطاول ابراهيم، ثاني ابراهيم اللي هو نواف بن طارد الشقران الشمري، الثالث سعود الوازعي، الرابع مهند بن فردان اللي طلع قبلها ورجع، وحمد الاكلبي، واحمد الشمري، وماجد الشهري. هذولي حتبدا عودتهم. نوف طاردك انا حتبدا طبعا بالشكل التدريجي من بكره. تهلوك طبعا من بكره في الليل على عودتهم. اثنين طيب يا ابو يار. واحد واحد اسلم وليد، يعني اللي بيطلع الليله مستانس بيغير ثلاث ايام اربع ايام بيجي. والله بس مستانس انه احنا نبيه في الحفل الختامي يشرفنا في المراكز الاولى. بابي بنحطهم على الستيج ما عليك. تحطهم شو يسوي له؟ شو بتعطيه؟ اخي يتصور معك بس اللي بيطلع البرايم ذا يعني بياخذ ثلاث ايام اربع ايام بيجي معه. ابو ياره هيا بالله، انا اتمنى محمد ناصر ينقلع. ابو ياره ابو ياره تبيه؟ خليه يطلع. ترى كلمتك ترى ثابتة دائما. والله ثابتة يا شيخ، خليه يطرب. ابو يارا بقول لك شيء، انا عارف اليوم يمزح، اليوم يمزح والله ما اطلع اني في كبدي، والله ما اطلع. في راية توقف وفي تاج البزنس في المراكز الاولى، بس في مركزين يعني احتمال ياخذ واحد منهم. طيب بسم الله على بركة الله. لا نجم الجمهور للكل. طيب والابراهيم الجاي؟ لا تصويت مادي عبر الموقع. تفضلوا شباب كلكم ستة، تفضلوا كلكم الستة. ستة آلاف شخص قصدك؟ ايش وكان اليوم اخر يوم؟ طيب نرجع ورا شوية بعد اذنكم. يا سلام عليكم. قبل ما نبدأ من اللي حيودعنا الليلة، أحب نذكركم في موضوع هذا واجب علينا كلنا، وهذا المشروع ماسكين المتسابقين بيضل وجيهم، وهذا واجب علينا احنا كمقدمين وكإدارة أن نسعى جميعا لإنهاء الوقف. باقي أسبوعين وباقي تقريبا فوق 6000 سهم، والآن يتابعنا بالآلاف سواء كان على اليوتيوب أو على الشاشة أو اللي يتابعون الإعادة. ضروري جدا قيمة السهم 450 ريال. شباب ذكروني، أي الوالدين 450 سهم الوالدين. من اللي ماسك الوقف الأسبوع هذا سفير؟ محمد سارة. المعلومات أعطيها الله يطول عمره، ما منها خير كما أخذها دخل إبراهيم عادينا آخر واحد لا أصدر وقف الصدقة الجارية في البلد الحرام أسبوعنا هذا وبعنوان أسكتوا وبعنوان وبالوالدين إحسانا 450 من كل شيء، باقي 6850 سهم عشان في البرايم. تصدق والله جزاكم خير، ما عاد بقى شيء وانتهي البرنامج ان شاء الله بيكتمل. والله هذا واجبنا، هو اجر دنيا واخره. نكسبها كلنا ونستفيد احنا، نطلع حلو نزرع في كل برنامج سهم لنا في اوقاف اللي تظهر على قناه الواقع الفضائي، كلها مرخصه ورسميه وايضا حسابات بنكيه معتمده. مباشره عندنا باقي 6000 سهم، بيض الله وجيهم ما قصروا الفتره الماضيه. 6000 سهم لازم نقفلها الليله، هاتكم من الآخر. 6600 سهم يقولون بالضبط، 6600 سهم. أتمنى الليلة نقفلها اللي تابعنا بالآلاف، كل واحد 450 لأجل والديه. وأكيد كل واحد همه في هالدنيا رضا والديه، وهذا يعتبر رضا الوالدين، رضا الوالدين من رضا الله عز وجل. أتمنى كلنا الليلة بيد واحدة، وقفة واحدة، أجر دنيا وآخر هي لا شك. كلنا مستفيدين من هذا الوقف والتبرع والصدقة، فضلها كبير لنا كلنا. مثل ما قال محمد سراج، يقول أن اللي يدخل ياخذ سفير الوقف يدخل برايم. أول مرة يقولها، لكن أنا أقول لك حطها في ذهنك، عشان سفير الوقف حترجع البرنامج المبروك. يا جماعة يا جماعة حاول عليك يا عيال. ابو هاجوز ابو هاجوز قلت له ابراهيم ما يخوف حجب وين جاب لهم منه؟ ابراهيم لعبتي ابراهيم لعبت الحين عندي اعتب عليك يا سب. خلي يقول بس تعال تعال ابو هاجوز تفضل محمد لعبتك كلمتك الحين اجي عندك سب تفضل انا جايك تفضل بس انا شوي محمد بعد ذلك سام تفضل اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله اللهم لك الحمد
انا والله اني بالايام راح اقوم عيال اتمنى ادخل برايم ابي اجرب البرايم الحمد لله اني جربته وان شاء الله الاسبوع الجاي اجرب بعد وثاني شيء الله يبيض وجيهكم يلي دعمتم ويلي كلمتم حتى لو ما وصلني شيء الله يبيض وجيهكم وانا باقي واتمدد واتمقت المبروك تستاهل تستاهل اما الاكثر نقاطا الاكثر نقاطا اللي حاخذ تقريبا حول 2200 نقطه اللي حيستفيد منها الاسبوع الجاي لعل وعسى ان ما يدخل برايم ونبارك له برجوعه مثل ما قلنا الليله حاول نقفل الليله بسرعه ما دام بعض الناس يقول سامي اختصر انا ما في دوامات صح؟ لا ما في دوامات بنصلي الفجر هنا حتى لو ما في دوامات عشان الريالتي ايوه ما في دوامات هو اجازه طلاب بس الطلاب يعني اجازه للطلاب هنا في السعوديه ما ادري الكويت اجازه ولا اتحداك ترجع خمسه دعوه واحده تخيل تي الصدمه الف مبروك لاكثر نقاط هم اثنين لكن هقول واحد اولهم ويستاهل التحيه نسيت لقبه اي نعم لا لهم بيسلمون عليه فوق بيسلمون عليه تحت الف 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 مبروك يا خلف القحطاني تستاهل تستاهل يعني تستاهل يا ابو فالح تستاهل اخي تستاهل 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 يا ابو فالح احلى امبراطور احلى يا ابو يا حبيبي يا امبراطور تفضل يا خلف اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد رضيت ولك الحمد بعد الرضا الله يبيض وجه الجمهور والله العظيم منهم ما قصروا واني داخل البرايم ثقتي فيهم اكبر من ثقتي في نفسي لا الجمهور ولا ربعي بيض الله وجيههم بيض الشحم ما نبي نكثر كلام بنوفر كلام للستيج النهائي عاش ابو فالح فوق فخلي فوق كافه تستاهل شباب الكنترول ترى ما اسمعك تقولوا لي شيء ثاني شخص أكثر نقاط أكثر نقاط ونقول ألف ألف مبروك ويستاهل ويستحقها يأشر فلاح لمحمد العويس ويستاهل ألف مبروك رجعك برنامج مجوب 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 هلا هلا محمد حارس ماسك المكان كفك الطيب كفك الطيب الله لهانك الله لهانك يا سيوف أبو عمر أول شيء الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والله يبيض وجه الجمهور وبيض الله وجهك يا أبو يارا على الأسئلة الصعبة اللي ما علينا منهن الصعب عندنا سهل إن شاء الله وإن شاء الله ما لازم واحد يروح من ربعي عسى الله يعينكم وقول دار لها السيفين والخنجر شعار حشى عليها ما تخلي ولدها ألف ألف مبروك رجوع محمد عويس من عمان للمسابقة اثنين يلا شوية شباب خلف خلف شوي بعد إذنك ألف مبروك محمد عويس رجوعك للمسابقة والمنافسة أتمنى ما تشرفنا في السبت الجاي أو تشرفنا في بيتنا إن شاء الله بعد ال في شغله انا في بالي بس قبل ما اكمل انا من دم صح صح انت تقول تنتقدني تفضل انت يا ابو يارا اسلم عراب البرامج الواقعيه من بعدك الله يسعدك واحنا نتعلم منك حبيبي الله يسعدك وتاكد ان ما ننتقدك الا علشان النجاح اكيد اضافه لي انا طلعت برايم لاني ما عندي نقاط صح عندك نقاط بس مش ال قليلة حلو انا طلعت انا ويا وليد ايوه وفتحت سبيس وسويت لي برنامج في السبيس حلو واراء الجمهور اعطوني انتقاداتهم وعندهم كل جمهور كل شخص عنده 200 نقطة حلو كل 200 نقطة اعطوني اياها 2000 جمعت 2600 نقطة في السبيس في السبيس ناس علم الرؤية الله يعطيك العافية يا ابو يارا لا والله انك فوق يعطيك العافية يا حبيبنا محمد الناصر طبعا بقول في شغلة في بالي بعد ما قلت شغلة في بالك انا الشخص طبعا كثير ما شاء الله عليهم فاجئونا بامكانياتهم وادواتهم داخل البرنامج لكن
شخص واحد اللي انا ما اعتقد انه يوصل لهالمواصيف من الرياليتي والعفويه والشخص تحس يعبي لك الهواء. طبعا في كثير زيه وافضل قد، لكن انا اتكلم شخص توقعنا الشيء له وصار شيء ثاني. يعني انصدمت منه؟ انصدمت اي نعم، العكسيه. يعني مثلا خليني اعطيك مثال، محمد ناصر توقعنا الشيء ونفس الشيء وزياده. يعني من البدايه كان كذا، هذا الشخص ما توقعنا انه حيوصل لهالدرجه بامانه. انا اتكلم شخصيا واشهد له، واعتقد المشاهدين شهدوا له قبلي وكلمتهم اقوى واكثر، اللي هو حبيبنا عايض الزايد. والله استاذ في البدايه توقعت والله انسان هادي ابو محمد، الله يعزك. انا توقعتك في البدايه انسان هادي والله، بالصدق. ليه؟ ليش تتوقع مني؟ يستاهل، يستاهل ابو محمد. لا طلعت خبل للاسف. شكرا علي شكرك ابو يارا. طيب باقي عندنا خالد السالي من السعوديه، ضارب السنيد من الكويت، محمد بن ناصر من قطر، بعد خليجنا واحد، بعد رجوع محمد العويسي من عمان. عشان يكتب ايش رايك ضرب خلاص طبعا من خلال المسابقه كلنا عرفنا ان بين الثلاثه من هو اكثر نقاط، واكثر نقاط مبارك لحبيبنا محمد ناصر. يستاهل يستاهل، رجع لي بدر واحد. طبعا محمد ناصر نقاطه بعد خلف القحطاني وبعد محمد عويسي، هم متعادلين خلف محمد عويسي، اللي بعدهم محمد بن ناصر. اسلم. اول شيء الله يبيض وجوه الجمهور وقطر وربعي وجماعتي، والله العظيم يعني خالص، والله الذي نفسي بيده اني ما ادري وش اعبر. بعض الناس ممكن يقول ان محمد ممكن انه مستهتر او متحور في واللي يتمنى انك يطلع على هذا. ما ترى ماني براضي والله. والله رضا هذا رضائك وعدم رضائك هذا نفسك. انت متساوي، انت متساوي. انا حاسب معك، حاسب ما لا هو كنت حاسب نقاطك انت الحين. والله صدق يا محمد رازق، انا اشوف فيه تسيب في الدوري. حق لما طلع ابراهيم محمد عيسى بدا يلعب. يمكن اتوقع انت وش مسوي لمحمد محمد عيسى؟ يلا او يبغيني اطلع. والله هذه صدق صدق الرجال ازعج. الشيء الثاني الله يبيض وجه الجمهور واخواني وعيال عمي وربعي وجماعتي، والله يبيض اللي اتصل واللي كتب داري مشادين حيلكم، لكن ان شاء الله نحن رجعنا ومكملين الى النهايه. ارحب ابو ناصر، ارحب ابو ناصر. تفضل يا ضاري خلف شوي، تعال يا خلف شوي، بينكم مساحة. أيوة أكثر أكثر أرحب مساحة. لا مخبوني أنا مش يعني بضاري خلف يا الله يسعدك. أعطوني صوت إبراهيم. أبو ناصر محمد، أسماء قوية قوية بمعنى الكلمة، ضاري بن سنيد وخالد السهلي، البركان وقلب الأسد اليوم في اللحظة الأخيرة في البرايم اللي يحرموا من التكريم النهائي، التكريم كمراكز أولى، واحد منهم طبعاً مو كلهم. بعد ما قلنا ألف مبروك خلف القحطاني، محمد العويسي، محمد بن سراج، وكذلك حبيبنا محمد بن ناصر، واحد من الاثنين حيودعنا الليلة كأقل النقاط، وفي حال التعادل حنتجه للاتصالات. الاتصال يجي ويعطينا رجوع ضاري أو خالد، هو حيرجع واللي ودعنا حيودع. أنا ما أدري صراحة، ترى إلى الآن ما جاني المعلومة، ترى عشان تكون في الصورة بس، أنا تعرف واحد مقدم يعبي هواء لين ما تجي المعلومة عشان نشوف مين اللي حيطلع الليلة. أسلم وليد، بيجون بكرة، هل بيجون على واحد واحد أو على اثنين أو على ثلاثة؟ هذه بنرتبها حنا معهم. حلو. الترتيب نشوف كل واحد وآليته كيف حيظهر، ممكن اثنين يحبون يظهروا مع بعض، ثلاثة مع بعض، كلنا بكيفه. ليش ما تجيبهم في باص مثل باصنا ذاك اليوم يوم جينا أول يوم وكنتوا عند الباب، خلهم يدخلوا. وليش ما نجيب القلاب؟ لا لا على النقل الجماعي اللي جابنا. طيب أبشر بساعتك. طيب نرتبها معهم لا تشيل هم. خلهم يجوني والله أنا اشتقنا لهم. أبشر بساعتك، من اشتقت أكثر واحد؟ أرب فيه إبراهيم اللي يرجع. اشتقت لواحد أكثر مين؟ والله كلهم. واحد. بس إني أبغاهم يرجعون عشان واحد. مين؟ ابى اطلع ابراهيم مره ثانيه. من هو؟ مهند بن فردة. اوكي يعني ما تبي؟ لا بطلع مره ثانيه. اوكي حتستمتع انه يدخل ويطلع. التعذيب النفسي هذا عندك؟ هذا دليل اني احبه حبيبي. الله يسعدك، ما يحتاج، واكيد اللي تحبه يحبك بالمقابل. حبيبنا
ظهري بن سنيد. انا ماني سامع عشرة البرايم. قلت الحين ما سمعت ما نسمع شيء. ها؟ طيب حمام الورد؟ بس الحرام للشباب اللي نتراقص على جثثهم يا يا حبي لك حمد الناصر عليك انت ووليد مزح صراحة انيكم اكثر ناس يحبون بعض يكرهون بعض نفس الوقت ما مخليني يروح العيال بيجون بكرة خليه يتكي معنا والله هذا اتمنى بس هو الخيار له يا يكمل طب لا هو يمشي صح هو الاساس الرجوع من بكرة مش الليلة فلازم يمشي الليلة ياخذ نفس يغير جو ويرجع مرة ثانية اصعب اسمين اسم سطر في برنامج البزنس الثاني ظهري بن سنيت وكذلك خالد السهلي البركان وقلب الأسد واحد من اثنين حيودعون الليلة بيض الله وجيهم ما قصروا هستفتح بضارب السنيت أكيد عشت فترة طويلة بين الشباب أنت وخالد احتكاك فرح حزن حب اختلاف تأييد هذا الشباب كلهم قاعدين ينظرونك ما انا ما ابي ادخل بالشخص نفسه تقول لي مين الشخص اللي انت تمشي في برنامج كثير تفضفض له بعد اكيد انك حتعيش لي الدبلوماسيه وتقول لي يا سامي كلهم على عيني وراسي واكيد كلهم في بالك لكن هناك الاميز بس الكلمه اللي حتفتقدها من الجروب هذا اللي قاعد تشوفه هم دائما ينادوني بالبركان هذا اكثر شيء راح تبدا لا ثالث الروح روح الشباب في البرنامج ايش راح تفتقد شوف يا ابو يارا انا اتكلم عن نفسي جيت البرنامج هذا للامانه ما اعرف ولا واحد لكن من الاشياء اللي اتنومس فيها اني كسبت رؤوس المنطلق اللي موجودين قدامكم هذا واحد اثنين الاثر الطيب وانا لو اطلع من البرنامج تارك لي اثر طيب عند الربع وكلمة ونعم هذه بس تكفينا عن الدنيا كلها شلون جاكم يستاهل هذا اللي عندي ويستاهلون خالد السهلي مرحبا قلب الاسد احد المنافسين الطموحين داخل البرنامج يعني يكمل ودائما يقول انا حكمل المرحله الاخيره دخلت معنا ابراهيم ابراهيم الثالث حطك في الموقف المحرج هذا نعم الشباب تفاعلكم الفترة الماضية روحكم مع بعض البارحة قدمت مبادرة جدا جميلة الله يسلم شهادة افتخر بها أعيد وأكرر الكلمة اللي قلتها لضاري بس بسياقة مختلفة إيش الشباب راح يفتقدون من خالد المزح أحب نرفزه وأكثر واحد أحب نرفز الشايب ذا أحب الناصر أحب نرفزه انا قلت لي كذا من النوع اللي تنرفز بسرعه محمد الناصر انا من النوع اللي اذا اخطيت اقول انا اخطيت للامانه علشان بس اسلم كان انا فعلا انا اخطيت وانا اسف لاني من شوي قلت كلمه والله والذي نفسي بيده انها عفويه لابعد درجه اني قلت ان احنا بنغير الاغنيه من هذا الى حمار الورد فحن بننزل الى مستوى بعض التفكير اللي ممكن يقول اني انا محمد مثلا انت عارف يا محمد ناصر بس تستهبل وتمزح انا اقول لك لو انه مثلا عند اي احد لكن انا ابغى اوضح لاخواني والله والذي نفسي بيده ان احنا حزانا وانه يوجعنا ولكن الشيء اللي يطمنا انك تقدر ترجع بكره هذا الشيء اللي ممكن انه يشالينا مو بنفسه يا رب يوفقكم يا رب العالمين والله مهما يقول يا ابو يارا اسلم والله مهما يقول ومهما يسوي الانسان هذا قلبه نظيف نظيف صدق ترى من الانسان الناس الطيبين في البرنامج اللي تحسه هو ولد البحيح بشكل عام شيبان ترى اعتقد هو اكبر مني كمان بكثير كلكم اثنين اكبر مني بكثير عرفت قدر صاعه عندهم توجيهات الشباب ياخذون ويعطون وهذه الميزه اللي فيهم اخطا واحد اعطوه توجيهاته كل باجتهاده وبيض الله وجههم جميعا لكن احنا الليله حنمر بصدمه كبيره في البرايم التاسع أنا أتكلم التاسع بخروج المتسابقين في برايمات اللي ألغيت واحد من الاثنين ضاري بن سنيد وخالد السهلي أحد نجوم البرنامج البزنس الثاني
القوة الضاربة واحد منهم حيطلع الليلة. وداع صعب علينا كلنا وصعب على المشاهدين، لكن في الأخير هذه الكلمة البرنامج هي اللي تقرر مين حيبقى ومين حيودع، لا بيدي ولا بيد غيري. أنا انتظار الشباب مين الاسم. خلنا نبتعد بس عشان ما حد يسمع عن طريق الإيربيز مين الاسم حيودعنا. باقي عندنا اثنين، ضارب سنيد وخالد. اسهلي. يا ساتر يا ساتر. محمد ايش رايك بضاري وخالد؟ عفوا معاد المعذرة، ما ودنا احد يطلع. طيب ايش يتميز ضاري عندكم كشخص وخالد سهلي كشخص؟ كلهم والله اخوه وروحهم حلوه ونفتقدهم والله. والله اني ما ادري ايش اقول ولا اعرف ايش اعبر. اكيد الكل حيتفتقدهم. انا وصل لي الاسم وانصدمت من الاسم هذا. هذا الاسم طموح، كان يجي لي داعم سامي. انا حستمر المرحله الاخيره وانا اوعدك المركز الاول ونجم الجمهور حاخذها. حق ان الشخص ياخذ كل جوائز البرنامج حتى لو ما يعطي لاخويا اي شيء. هذه منافسة نحترم ونقدر كأشخاص في البرنامج تحت الهواء وخارج البرنامج، لكن التكاتف والتلاحم. أنا بقول شيء، أنا قلت كلمة والشباب كلهم يذكرونها في بداية البرنامج. قلت يا شباب يوم اجتمعنا في الهنجر أعتقد قبل البث، قلت يا شباب اختلافكم فيما بينكم مصلحة الشاشة حتجيب مشاهدات، لكن مش مصلحتكم أنتم. قلتها ولا ما قلتها؟ قلتها بداية البرنامج، اختلاف ما بينكم مصلحة الشاشة. أنا أتمنى أن فلان فلان أرى أنها واقعية، جزء من الواقعية أنه خلف يختلف مع محمد العويسي بفكرة بأداء بفقرة بمعلومة، وهذا أمر اللي نراه أنه جزء من حياة برامج الواقع. لأن همي من مصلحتنا نحترم طب. قوانين البرنامج، ولكن أنا ما راح أفضل البرنامج على نفسي ولا على أخوي. طبعاً، لكن مصلحتك الذاتية حاول أنك تبتعد من الخلافات. لا لا، حلو الخلافات المعلوماتية الرأي هل تطلع على الشاشة، هذا جزء من الواقع ولا تخفيها ما لها قيمة أصلاً برنامج الواقعي. لكن الخلافات الشخصية، أرى أن مثلاً نايف دائماً يقاطعني، نايف في الجلسات دائم يخربها علي. أقول أنا كسامي يعني، بس جلساتي في الإدارة مش جلسات الهواء دائم يخرب علي. لا أمزح. إلى اللقاء وداعاً، ما راح أطول. هي صدمة، صدمة لي أولاً وصدمة لكم ثانياً وصدمة للمشاهدين أولاً وآخراً. أنا صدمة لي لشيء واحد، وأنا أعتبر أنها برامج الواقع، وعشت وقفت على هذه المنصات كثيرة كثير، أسماء كبيرة في الساحة والآن نجوم الأول في السوشيال ميديا وكانوا معاي في المسرح. لكن الصدمة اللي أنا صدمتها إن هذا كان له طموح إنه يأخذ المركز الأول ونجم الجمهور، وهذا طموح الجميع. بس هذا اللي يجيني دائما إصرار بشكل دائم إنه هو حياخذها. وداعا، إلى اللقاء مع حبنا وودنا وإخلاصنا لك وجهدنا. إن أنا أولا والشباب كلهم واحد تلو الآخر، ما بعد البرنامج حيوقفون معك عندك، إنك خلال يومين ثلاث أيام ترجع أربع أيام، حاول إنك لا تطول. في حال إذا حبيت تطلع لازم تطلع طبعا، تجينا بكرة. في حال إذا حبيت يكون رجوعك مبكر مع البقية. إلى اللقاء يا عايض، يا محمد عويسي، يا خلف، يا سيف، يا عبد الله. عبد الله بقومي هدي، ما نحب نسمع هذه الكلمة لكن هي كلمة صعبة في الأخير. عايز شك الشيء ها شباب، أقول الاسم ضاري خالد. شوية تلفون بعد لكم. إيش تفحت في المخادر خالد؟ إيش تفحت في
عندك يا ابو حمد. سلام. عندك 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 اخو وكلبهم اخوان، نفقد الشيء الكثير. ترى انا عشنا 88 يوم مع بعض، ضحكنا تهاوشنا استنسنا حزننا سوا، شيء كثير. داري والله كلهم ولاد، كلهم حزام وعصابة راس وسيوف، كلهم طيبين. وبنفقد من الاندومي. اندومي. الى اللقاء. اعتقد انك حتسجل، حتكون نجم وحتبدع وحتكمل مسيرتك الاعلاميه. بيض الله وجهك. انا حودعكم الان، ودعوا حبيبنا ضاري سند. ابشر والله بسعادتك يا اخوي، ابشر والله بسعادتك، ابشر والله بسعادتك، والله من معك، ابشر والله بسعادتك. سعادتك يا ابو زريع، ابشر بسعادتك. رايح اليوم وراك ذاكر ان شاء الله. طيب ماشي ان شاء الله. شد عزمك، شد عزمك، شد عزمك يا ابو زريع. في ليلة كانت الأحزان حملا ثقيل يا صاحبي، والله أن فراقنا ما يطاق. الهم وعبر حزن ما هو بالاستاذ جبر راشد.